ازيك يا مستر عمر؟ ازيك يا مستر محمد؟ عامل ايه يا صديقي؟ انا تمام جدا 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 طول ما انا لسه معاك ولسه انت فاكرني يا عزيز. ربنا ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يخليك. كنا لسه بنقول قد ايه يعني الدردشه مع بعض ممتعه، زوم او من غير زوم، وان احنا ايه دايما بنختار المواضيع والافلام المفرفشه كده الظريفه اللايت. ده انا جبت رساله جميله فتتقفل قفله جميله. اه بالظبط، بنتكلم على ستانلي دلوقتي كانت كوبريك. قاعد سعيد. ايوه كنا بنتكلم ستانلي كوبريك، دلوقتي داخلين على العاطفة الطيب، حاجات كده ايه لايت كده عارف. طيب بس انت لقاءاتك مع محمد دايما تابوهات، يعني يا دين يا جد يا سياسه، لازم تابوه في ما الموضوع. هو عشان كده بقول لك كل شخصية على اليوتيوب اللي يعني كل حد بيتكلم في على اليوتيوب في السينما له شخصية معينة. انت ليك شخصية معينة الناس كلها عارفاها والناس كلها بتحبها، وانا بحبها، فعشان كده ايه اختيار المواضيع من غير تفكير. لو انا عارف عاطف الطيب هو عمر ابو المجد مفيش غيره يعني. والله بعرف هي جت معاك بجد. شوف انت اول ما قلت لي عاطف الطيب، بقول لك انا عاطف الطيب ده حتى اصحابي هنا عارفيني لما باجي اتكلم حتى على الصناعه نفسي اعمل ايه، فعلى طول انت يا عمر دماغك عامله زي عاطف الطيب. انا راجل عكس شخصيتي، حقيقي ممكن اقعد اهزر اضحك وكده، لكن مش عارف ليه في الصناعه بميل للسوداويه المنيله ديت. فاستغربت اختيارك والله، قلت يعني شفت انا بقى اللقاء ده انا عايز اتكلم في حاجات كتير. انا اتخيل اتكلم في ايه؟ اتكلم في ليه انا بحب عاطف الطيب، ولا ايه اللي بيميز عاطف الطيب؟ عايز اقول حاجات كتير. وغير كده كمان انا عاطف الطيب بالنسبه لي مظلوم من ناس خطاه في حتت كده هوت، فبرضه عايز بالظبط ادافع عن الراجل دوت. بالظبط، فيعني حلو انا قوي. منفجر في الكلام يعني معاك. تعال، طب تعالى انت قبل ما نخش في القائمة بتاعتنا تعال نتكلم ليه عاطف الطيب؟ ايه اللي بيميز عاطف الطيب؟ وعايزك تدوس انت كده من غير فرامل، قول لي اللي على بالك. طيب انا بس هقول، انا واحد عاطف الطيب اكتر حاجه بتميزه، يعني غير ان انا ممكن استخدم لفظه الواقعيه بالشعبويه بتاعتها، انا شايف يا محمد ان عاطف الطيب هو اكثر الواقعيين واقعيه. يعني في فتره في السينما المصريه ناس جسدت الواقع بشكل كبير، محمد خان، داود عبد السيد، خيري، سمير سيف، لكن انا شايف ان اللي بيعمله عاطف الطيب ده هو اقرب حاجه للواقع. بس قبل ما اتكلم على فكره الواقعيه لان دي كده نتناولها، انا كنت عايز ابدا بحاجه تانية. عاطف الطيب خارج من ايه؟ يعني عاطف الطيب بدا يقول سينما من ايه؟ انا شايف ان في حدث مهم جدا 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 عند عاطف الطيب هو ما عرفش يتجاوزه خالص غير بالافلام، غير انه يعبر عن نفسه بالافلام، الا وهي ان هو راجل. وعلى فكره ده هتلاقيه في كل افلامه بلا استثناء، ده راجل خدم في القوات المسلحه من 71 ل 75، قضى فتره حرب اكتوبر، وما قبل فتره حرب اكتوبر كان شاب، فاكيد هو كان مع فتره جمال عبد الناصر وتجرع النكسه لحد ما وصل لحرب اكتوبر بكل ما فيها من وجعها واملها وخوفنا ان احنا نلبس في نكسه تانيه وفرحتها واملها احنا ايه بعد كده. فيصطدم بعد كده بالواقع، كل افلام عاطف الطيب خارجه من صدمته في الواقع. شوف انا استخدمت والله لفظه الواقع ببراءه الكلام، مش اقصد حاجه، بس هو ده الواقع، هو اصطدم مع الواقع فما عرفش يخرج بره هذه الازمه، ما عرفش يتجاوز هذه الازمه. هتلاقي كل افلامه والله لو الواحد بدا يربط الافلام ببعضيها هتلاقي ان كلها بتحكي عن هذه الازمه. هو عنده ازمه في نسيج هذا المجتمع اللي حصل له حاله خلل. هتشوف مثلا لقاءات بشير الديك، هتشوف محيط حامد هو بيتكلم عن الناس دي اتأثرت ازاي بما حدث بعد حرب اكتوبر وحاله الانفتاح والتغيير في الهويه والتغيير في الاهتمامات المصريه والزحف نحو الماديه ونحو الاستهلاك. دي صدمه الواحد عاش في فتره الحرب وعاش. على فكره انا مش القوماوي الشديد، بس انا بكلمك سينما والله، لما تتفرج على افلامه كلها هي خارجة من ده. اتفرج على فيلم سوري بيه، اتفرج على فيلم ضد الحكومة، اتفرج على فيلم الزمار، اتفرج على أي فيلم هو اتفرج على فيلم دماء على الأسفلت، هو في حد مصدوم في مجتمع، حد اتصدم في مجتمع فمش عارف يتجاوز هذه الأزمة. فإزاي واحد
يجسد هذا الواقع. الواقع بيتجسد بحاجات كتير جدا، في يعني لو هنتكلم عن الواقعيه كمذهب، يعني في مثلا على المستوى الادبي من وجهه نظري، عشان بس في ناس بتقول ان عطف الطيب مخرج قاصر او مش واضح، او ان هو اتفرج عمر على محمد خان، اتفرج عمر على داود عبد السيد، الناس دي واقعيين جدا. بس انا قلت لك ايه، هو اكثر الواقعيين واقعيه افلام المخرجين دول، ولا الومهم. الشعريه عظيمه جدا في الصناعه، وانك انت لما تيجي تجسد حاله الفقر مثلا في افلام هند وكميه وتطير وتخلينا بقاعد منتشي، ماشي جميل، انا مش معترض مع الاسلوب ده والحريف وكل اسلوب، وداود عبد السيد بكل افلامه انا مش معترض على الاسلوب ده، ولكن ده واحد شاف بشاعه في الواقع معرفش يقدمها بشعريه، معرفش يقدمها غير بالقسوه وبالشده دي. وفي المذهب الواقعي على حسب ما انا قرات ودرست، الواقعيين يا محمد يقول لك حتى ايه، الروايه افضل من المسرح، لان المسرح في الواقعيه في شيء من التجسيد، يعني في ممثل ده ممثل بيتكلم وحافظ نص، فالروايه اشد، النثر اشد من الشعر في الواقعيه، يعني كل ما بتخلي الموضوع خام اكتر كل ما انت واقعي. تجسيد الواقعيه بلا شيء، يعني نور الشريف ده ممثل مليونير وغني، وانه يطلع لك الاداء دوت، دي واقعيه عظيمه، انا بخلق لك حاجه من الهوى، ان انا اجسد لك عالم من الواقعيه، ده لوحده فن. مش عايز اكون بعترض على اسلوب اي مخرج عظيم، بس فكره ان انا كل هو انا سامعك يا محمد صح؟ انا سامع انت صوتك بيقطع شويه، بس سوري صورتك بتقطع شويه، بس تمام زي ما انت، اتمنى تبقى في الاخر حاجه كويس، ممكن يكون النت عن جنب. لا زي ما انت كله تمام. فان انا اخد لك الكادرات، وهتلاقي ده ما بيحصلش كتير عند عاطف الطيب، ان انا اخد لك الكادرات من مرايات مكسوره، ولا ان انا استخدم لك التقطير في الصناعه، انا اعتقد جميل في الشعريه، ولكن ده يخل بالواقعيه. يعني انا عشان اخد واقعيه انا لازم اجسد لك، انا بتفرج على كل افلام عطف الطيب، الهاند هيلد جزء اصيل في صناعه عطف الطيب. الكاميرا حتى لو كان انت ركز فيها، ممكن مش هتلاقيها هاند هيلد مروان حامد في ابراهيم الابيض، لا هاند هيلد خفيفه كده، ده لصيق بالواقعيه، ده جزء اصيل في الواقعيه. فكره ان انا اكون بطير بالكاميرا بقى واخد حلو كل حاجه، بس ده يخرج شويه من الواقعيه بس. فانت ايه رايك؟ لا انا معاك، يعني في كمان في ناس كتير بتفتكر ان علشان توصل للشكل الواقعي اللي بيجسدها عاطف الطيب دي، انت مجرد بتشغل الكاميرا وخلاص. لا ده في شغل كتير قوي بيحصل علشان البساطه دي، عشان يوصل للبساطه دي. الكاستنج مثلا، انك تختار المجاميع اللي واقفين ورا اللي شكلهم ناس حقيقيه جدا، ده واحد ذاكر وعمل سيرتش عشان ودور على الوشوش دي، اللبس، الاماكن، اللوكيشنز، الشقق، ده مش واحد، ده قرار مخرج نزل وعمل سكاوت ولف على اللوكيشنز ولف على بيوت عشان يختار البيت ده بالركن ده بالشارع ده بالناس دي اللي تلبس اللبس ده بالعفش ده، دي كلها قرارات. فده مش استسهال، يعني انت مش استسهال بالظبط بالظبط، مش تسهل منه ان هو او استرخاص او بتاع، لا ده دي قرارات متاخده. فدي نقطه فعلا، ان عشان يوصل لنا الواقعيه دي، ده شغل، يعني شغل كبير عشان يوصل له، وشغل هو متميز فيه اكتر من زمايله في جيله، وزمايله كلهم عظام برضو، ولكن هو فعلا انا معاك في دي، هو اكترهم، اكتر الواقعيين واقعيه في النقطه دي بالذات. الحاجه اللي عايز ازودها على اللي انت قلته دي هي فكرة الشاعرية، لأن أنا لما جيت أذاكر تاني أو عشان نسجل الحلقة دي، ودي من أجمل حاجات الواحد اكتشفها في الدردشة مع الناس اللي بتحب السينما، إن لما تيجي تتكلم مع حد بيحب السينما أنت بتبتدي تكتشف حاجات جديدة. الحوار والتفكير في الأفلام بنظر مختلفة بيولد حاجات جديدة. فلقيت إن عاطف الطيب عنده شاعرية، ودي حاجه ما كنتش عارفها، او ما كنتش او ما كانتش ما كان ما كنتش متخيلها، بس عنده شعريه. ولقيت ان الافلام اللي انا بميل ليها هي الافلام اللي فيها جزء اكبر من الشعريه بيعبر بيها عن الالم الواقعيه دي. ف
فاهم قصدي؟ وهنتكلم عليها اكتر لما نخش فيها. اه محمد كان مثلا معروف اكتر بالرومانسيه والشعريه في طريقته واللغه السينمائيه بتاعته، بس لقيت ان عاطف طيب عنده الحته دي، بس بيعملها ايه؟ مش بشكل طاغي، مش بشكل هو جدا. ظروفه الشعريه بشكل انت يا ابني الايه؟ ده يعني عارف يعني هلوشك كده وعملها بشعريه، ودي دايما بتكون حرفه اصعب انك تعملها اصلا، لانها محطوطه في اطار ما تتخيلش ان هو يسمح بالشعريه، بس جابها لك في الشكل ده، لونها لك بالطريقه دي. واكتر كمان يا محمد ان انت انا لقطها في كذا فيلم، اه زي انت بتقول هي مش بشكل فج، آه زي ما تقدرش تطلق على افلامه شعريه، ولكن هي فيها من الشعريه. وانا اعتقد ان ده دليل، لو قعدنا نتكلم زي مثلا لو اتكلمنا عن الافلام ان هو مخرج تشاؤمي، فانا اقدر اجيب لك فيلم زي مثلا الدنيا على جناح يمامه. آه لا، هو لو عايز يعمل لك فيلم مش تشاؤمي، مش او مش اسود، مش شديد، مش تراجيدي، بس لا يقدر يعمل لك الفيلم ده، عنده من الشعريه ممكن يعملها في مشاهد كتير. آه يعني مش عايزين نحرق عشان في مشاهد انا في القايمه بتاعتي، ولكن في كل فيلم انا اعتقد في القايمه، لان انا برضه هميل لده، فيها اه فيها من الشعريه، بما يدل ان هو ليس عاجز على استخدام ده. وانا دايما اقول كنت بتفرج على ناس صحابي، حتى كان في مشهد واخده من مرايه وكده، فبتريق بقول يا عم هي المشكله مش في كده، يعني مش مشكله ان انا اخد لك كادراتي كلها من مرايات او حاجات مكسره، او اعمل لك تكوين سيمتري عظيم، دي مش صعب عليك اصلا، يعني مش ممكن عاطف طيب مش عارف يعمل لك ده، ولكن هو ممكن يشعرها بس صح. يخليها لك في مكانها بالظبط، علشان تفضل الواقعيه انت محتفظ بيها، يعني تفضل انت الحاله. لان انا بعتبر برضو ان عاطف طيب، وانت اكيد بتحس ده بجزء كبير من افلامه يا محمد، ان هو انا ببقى مضغوط وانا بتفرج على الفيلم بتاعه، مخنوق، مش قصدي صح. مخنوق ان انا متضايق، هو بيحوطك بالواقعيه بتاعته، مش عايزك تقول الله، لا هو ضغطك جامد قوي. وبالتالي انا كنت اتخيل هو هل مثلا راجح داوود كان ينفع يشتغل مع عطف الطيب؟ سؤال انت شايف عبقري، تساؤل والله، عبقري ده، اه والله سؤال صعب، عبقري، لأن فعلا ده هيديك منفس، يعني هيديك الفكرة رايحة منفذ كده، الله هيديك عليك، نفساية كده، هو مش هو عايز يقفلك تماما. هو عايز يقفل عليك فعلا فعلا. ف وبنفس المنطلق، بنفس المنطلق يا عمر، يمكن عشان كده سعيد شيمي من أكتر الناس اللي اشتغلت معاه، علشان ما هواش الرسام يعني في التصوير، فاهم قصدي؟ ما هواش اللي هيديك باليتات الوان واضاءه فظيعه برضو، يمكن عشان كده ارتاح معاه. وناس كتير وانا ساعات ببقى منهم، بحس ان يا ريت يا استاذ سعيد يعني كنت يعني فنلنا شويه يعني في الصوره، يعني سنه فن، يعني مش لازم كل حاجه بالظبط كده يعني. هي انا بحسها فعلا ان هي قد تكون ناس كتير بتفتكرها، او انا بخصوص ان هو سعيد الشيمي، انا بحس ان عطف الطيب من ارباب اللي هو اللي نعرفه احسن ما اللي نعرفوش، يعني دايما بالظبط. لسه هنجرب بقى. اللي هو اه لازم تلاقي، يعني لو شفت ممثل نادرا بتلاقي ممثل ما مثلش في باقي الافلام او حد مش فوق، لا تلاقي دايما حتى لو هيطلع لقطه كده بتتكرر معاه، فحتى ابطاله كالممثل الاول هتلاقيهم قليلين جدا يعني عنده، فهو بيبقى من ارباب ديت يعني. لكن سعيد الشيمي اعتقد هو من احسن الناس اللي انا شفتها بتتحرك على راي نور الشريف، هو بيحب يتبهدل، يعني يحب اللي فيه تنطيط وخروج وماشي في الشارع، فعطف الطيب مديله المساحه ديت، لا لو انت عايز تنزل الشارع فتعالى اوريك الشارع عامل ازاي يعني، هم لقوا بعض اي ثينك يعني. وفي حاجة كمان قبل ما نخش على القوائم بتاعتنا، كان برضو قرار صعب، اللي هو احنا هنختار السبعة على أساس ايه؟ لأن المرحلة دي انت كان عندك أعظم ممثلين وأعظم كتاب وأعظم مخرجين، فهل الفيلم الحلو ده في أفلام تحس إنها أفلام عظيمة، ولكن انت بتنسبها أكتر للمؤلف سواء كان وحيد حامد ولا بشير الديك ولا محسن زايد، او للاداء سواء كان احمد زكي وكنت الشريف، وتحس ان الروعه اللي فيه مش جايه اساسا من المخرج. فعشان كده حتى في اختيار الافلام كنت قاصد اختار الافلام اللي بصمه المخرج هي اللي حاسسها اكتر من المؤلف والممثل، وده صعب لان المفروض الثلاثه بيكملوا بعض، وعشان كده كان عندنا صح جدا، الحقبه الممتازه دي، بس ده كان واحد من يعني ايه الكرايتيريا بتاعت الاختيار بتاعي. المشكلة كنت عايز أقولها إن أهم حاجة في الحلقة دي
هي الجزئية الأولى اللي احنا بنتكلم فيها عن عطف الطيب، وهي ان انت هتلاقي جزء كبير في عطف الطيب. عطف الطيب مش زي ما احنا بنقول هو مش ظاهر، يعني لازم حد يبقى عارف الراجل ده تعب ازاي عشان يعرف ينقل لك الصورة دي. هو مش المخرج اللي فعلا بيتمطع لك بأداء، ومش ضد المخرجين ده، بس هو عطف الطيب بالذات انت قصصه اغلبها، اغلب الافلام واغلب الافلام اللي انا اكون مختارها هي خارجه من روح عاطف الطيب في فتره معينه. بالعكس انا بحس ان عاطف الطيب هو اللي بيتكلم، رغم ان هي افلام مكتوبه البطل بتاعها مثلا حوار مكتوب او حاجه، بس هو بشير الديك شايف ان عاطف الطيب هو اللي يعرف يخرج ده بالشكل ده، وحيد حامد شايف ان عاطف الطيب هو اللي يقدر يخرج ده بالشكل ده. هو متشبع بهذه الحاله من المجتمع، وان هو مش هيعرف ينقلها زي ما بنقول، هو مش هيطبطب، هو هينقلها مجرده بقوه. مش عارف كان هيتشكوك ولا حاجه بيقول انا بقدر كبير عايز اخلي المشاهد في حاله الم. كان في كاتب برضه اسمه جون شتايبنج بيقول انا كنت دايما اخلي القارئ مش مستقر. فانا اعتقد ان عاطف طيب من هذه المدرسه انه يقدر يخليك فعلا مش مستريح وانت بتتفرج. يعني هو بيقرا الكتاب سواء بقى انتاج، يا اما كان الانتاج بيقرا ويختار مخرج يعني، فيقول لك ان ده شغل عطف الطيب، ده ينفع عطف الطيب. فانا ممكن اختار فيلم، انا عاجبني جدا طريقه الاختيار بتاعتك، لان انا والله حاولت هتلاقيني في كام فيلم، لان انا برضو وانا بختار قلت ايه، تعالوا نختار يا عمر افلام تقترحها على الناس، بلاش الافلام المشهوره. بعد كده والله مش عارف، يعني انا مش عارف اختار في افلام انا انا بحبها. عملت ميكس بين الاثنين، لان أنا فعلا انا قصدي ان انت هتعمل كده والله، بس حاجات وانا بختار والله العظيم ما هدش عليا، يعني انا مش عايز ابدا اخر، بس كنت اختار فيلم مثلا سين، فازاي يا عمر تسيب الفيلم دوت؟ يعني بالظبط عايزك كمان، مش انا عايز اتكلم فيه مع محمد، يعني عايز اتكلم. صح. فتعالوا زي ما يحصل بقى، يعني كويس ان انت عملت ده، يبقى في تنوع بقى. انا حاول هنحاول، ولا مش بس اختار الافلام، بس اعتقد الدردشه دي غير دردشات تانية كتير، ترتيب الافلام هيبقى مهم جدا برضه جدا. انا كنت هسألك جدا، اصلا ان لان هنرتب ده النقطه بس دي انا هرتب. مهمه. النقطه دي مهمه. طيب تعالى نبتدي بيك بقى كده، ايه برقم 7 عندك هو ايه؟ طب انت مرتب من 7 صح؟ من 7 ونازل. طب انا قلت ابتدي بحاجه عكس اللي انا قلته من شويه، وهي ان انا خارج بحاجه من بره اطار عطف الطيب، وهو فيلم الدنيا على جناح يمام. يا عيني، ده مش على القائمة بتاعتي، اديني بقى. الفيلم ده زي ما قلت لك، اول حاجه انا الفيلم ده يدافع عن عطف الطيب. عطف الطيب واحد بيستسهل ان انا يا عم سهل جدا ان انا ازعلك، وان دي قلت لك دي تهمه عند عطف الطيب غلط، وبالدليل اصلا الفيلم ده، يعني فيلم الدنيا على جناح يمامه من الافلام اللي بيرصد فيها مشاكل في المجتمع، بس فيلم لطيف. انا ما بقولش فيلم كوميدي، يعني دي الكوميديا السوداء اللي انا اصلا شايفها تمام الكوميديا السوداء. انا ما بحبش الكوميديا السوداء، الكوميديا تطغى على السوداء لانها بتضيعها. ما اتكلمت مثلا عن فيلم البدايه، قلت ان نيني الرملي عمل كوميديا سوداء حلوه، مش قاعد بتسخسخ بس مبتسم وعارف الوجع. فيلم الدنيا على جناح يمامه، عطف الطيب، عارف اكتر الافلام اللي انا شفتها مدافعه عن عطف الطيب في فكره ان انا اقدر اعمل التيمه دي من الافلام او الاسلوب دوت في الصناعه. كنت عايز اقول ايه دفاع، وبعد كده ارجع للفيلم دوت. الناس بتقول ان هو واحد بيحاول يوجعك اكتر، الوجع نفسه دوت هو بيعمله بفن. يعني فكره ان انا زي ما هو مثلا عمله في فيلم كشف المستور، نهايه فيلم كشف المستور ونهايه فيلم الهروب النهايتين مختلفتين، يعني نهايه فيلم الهروب اشد من نهايه فيلم كشف المستور. فالموضوع مش موته بس، الموضوع مش وجع بس، الموضوع صح فن. صح في الكلام ده نرجع لفيلم الدنيا على جناح يمامه، دوت اكتر الافلام اللي انا حسيت فيه بشعريه لعاطف الطيب. حاله غريبه برضه، احنا عندك حق، موجودين ما عندك حق، صح. والله فيلم موجود في الشارع برضه، هي في الشارع، سواق تاكس في مشاكل مجتمع، واحده راجعه من بره عماله تصطدم مع المجتمع، هو يعني هو سناء في دماء على الاسفلت، هو مصطفى ضد الحكومه، شخص مصدوم في المجتمع. حسن في فيلم ثوره بيه، شخص مصدوم في المجتمع، بس يقدمها لك بشكل لذيذ، شكل فعلا فيه من الشعريه، والنهايه مش صادمه
عكس كل افلام حسيت فيها بنهايه اشبه بفيلم الحب فوق هضبة مارة، برضه ان النهايه الاثنين في الاخر داخلين الزنزانه وبيقولوا ما فيش مانع ان احنا نحب بعض ونتجوز جوه، برضه نهايه الفيلم ده في وانا بتفرج على حب في الزنزانه، فقلت الله كنت متخيل نهايه صعبه رغم ان هم داخلين السجن، بس نهايه لذيذه. الفيلم ده بالكامل لذيذ ونهايته جميله ورصد فيها مشاكل في المجتمع، فده حطيته في رقم 7 اخر حاجه، مش احسن حاجه عندي، ولكن حسيت ان ده الفيلم اللي ينقذ عاطف الطيب من التشاؤميه والسوداويه بتاعته. حلو جدا، اختيار ممتاز وترشيح عايز ارجع اشوفه تاني. الاخر مره شفته كان من فتره، اللي فاكره فعلا وبيصب في النقطه اللي انت قلتها ان حركه الكاميرا الهاند هيلد وفي الشارع وكده، هو نفس التكنيك فعلا اللي بيستخدمه في افلامه التانيه اللي ممكن تكون اتقل، ولكن الاحساس اللي بيوصل لك مختلف تماما، مع ان التكنيك تقريبا هو هو، بس فعلا التكنيك ممكن يوصل لك الحالتين مختلفتين تماما يعني. ويمكن كمان برضو اختيار محمود عبد العزيز عنده الحته اللي ممكن يوصل لك الروح، يعني احمد زكي ونور الشريف لما يحاولوا يوصلوا لك نو صح البتاعه دي مهما عملوا يعني ايه، مش منطقتهم قوي. التاني عنده كاريزما بنت كلب والاريحيه بتاعته وخفه الدم، فبرضه اختيار محمود عبد العزيز بالذات اوريدي بايه بتدخلك في الزاويه بتاعت الفرفشه سنه يعني، او البهجه كان سنه. محمود عبد العزيز حد قال عنه والله مش فاكر، كان رأفت الميمي والله قال كلمه في مخرجين ممثلين يعرف، اصل كلامك دوت جميل جدا لمحمود عبد العزيز، لان دي حته دايما محمود عبد العزيز بلوك فيها، يعني محدش يعرف يديك التراجيديا والكوميديا مع بعض. كان قال رأفت الميمي قال لك في الكلمه الواحده يديك التراجيديا والكوميديا مع بعض عن محمود عبد العزيز، ففعلا في الفيلم ده هو بلوك، يعني هو فعلا ما تحط احمد زكي تحط نور الشريف، يعني ممكن نقول يحيى الفخراني، بس هو يتفوق على يحيى الفخراني في المزج ما بين الحتتين دول، وما بيقولش افيه. خلي بالك انا محمود عبد العزيز تقريبا عمري ما ضحكت له من افيه اسلوبه، في مشهد ايقوني في الفيلم ده بتاع بلحه لما كان داخل السجن، مشهد فظيع فظيع، طاقه من الكوميديا وقله الحيله اللي تخليك تبقى مبتسم، ما بتسخسخش ده بس مبتسم، عظيم عند محمود عبد العزيز. ده أول اختيار، 7 اختيار عندي. اختيار هايل. يلا. طيب انا بقى اختيار رقم 7 عندي برضو اختيار مش ناس كتير عارفاه، واخترته مخصوص عشان اوري يعني الفيلم فيه ديفوهات، ولكن اخترته عشان اوري فكرة الشاعرية اللي احنا اتكلمنا عليها دي. هو فيلم قلب الليل. قلب الليل ده من الافلام اللي مش ناس كتيرة شافته، ولكنه كله شعرية بقى، اللي هو داخل على الشعرية قوي، ده حقيقي. والروحانيات وعلاقة والوجودية وعلاقة نور الشريف بجده سيد الراوي، ومأخوذة عن قصة نجيب محفوظ اللي هو أصلا دي عظيم. لعبته وملعبه، العفريت اللي بيظهر للولد وهو صغير، والأحلام وأبوه اللي بيظهر له في الحلم ويزقه فيقع من السرير، حاجة فانتازيا كده، بس فانتازيا روحانية. الكاستنج فيه هايل، فريد شوقي من احلى ادوار فريد شوقي. عبقري الواحد اصلا لو عبقري. الواحد لازم يقعد يتكلم سنين على فريد شوقي واللي عمله السينما المصريه، بس في دوره في الفيلم ده ممتاز. وفعلا بيورينا بقى الحته اللي احنا كنا بنتكلم عليها دي، ان هو لا هو لو هو عايز يعمل كده هيعمل كده وهيعملها حلوه قوي، عامل زي الروايات بتاعت ماركيز جابريل جارسيا ماركيز، اللي هي الواقعيه السحريه دي، عارف اللي هو واقعيه بس يعني السحر، ولكن في روح الواقعية مع بعض. ففيلم جميل جدا جدا، وقصته مؤلمة، لأن هو يعني شخصية نور الشريف هي شخصية تراجيدية، شخصية هو إنسان بشر محكوم عليه التعاسة، وإن هو ما يلاقيش نفسه مهما حاول، وبيحاول يلاقي نفسه في الحب في العلم في الفن، مش عارف في الثقافه، في ان هو يطلع في الدرجات الاجتماعيه، مش عارف ليه في اي حد. فهو شخص تراجيدي يعني، دراما تراجيديه، ولكن عاطف الطيب مقدمه لنا في رحله ساحره، في غلطات يعني، عشان كده هو رقم 7 بالنسبه لي، ولكن في المجمل فيلم حلو جدا. شخصيه محمود الجندي جميله قوي في الفيلم ده، اللي هو اللي بيغني ده، اللي هو عنده مشكله في المشي وصوته جميل وبيغني،
اللي هو صاحبه، ففيلم ارشحه جامد قوي للناس اللي ما كانتش شافته، موجود على اليوتيوب للاسف نسخه وحشه زي معظم الافلام المصريه بالذات في الوقت ده، صحيح. ولكن فيلم دافنتلي ارشحه يعني. فيلم قلب الليل بقى اتكلم ان ده من اكتر، ويمكن ناس تتصدم وهيبقى بقى اقتراح كبير لو حد يعرف عطف الطيب، اكتر الافلام سوداويه يا محمد عند عطف الطيب بجد. ليه؟ لان الفيلم ده حتى هو اسمه كمان يعني، شوف هو مش الليل قلب الليل قلبه بقى صح حقيقي والله العظيم. صح صح الفيلم كمان بيقول لك ان مفيش فايده، وبالتالي انت قلت ايه، حاول 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 ومش عارف، فيلم بعنوان يعني قلب الليل بين قوسين كده مفيش فايده في شيء. الجمله الاخيره لن انساها ابدا، الجدليه او الحتميه، ان فلسفه الفيلم ده برضو من الافلام القليله، عامل زي فيلم كده شحاتين ونبلاء، من الافلام القليله في السينما المصريه على اللي فكرة بتتناول فلسفه حلقتك عن شحاتين النبلاء ممتازة يا جماعة، اللي ما حبيبي سمعهاش يخش يسمعها، حلقة ممتازة ممتازة يعني. حبيبي حبيبي يا محمد، والله فيلم من الافلام القليله اللي انا بشوف في السينما المصريه بيبقى فيها فلسفه في السرد كله. اخر جمله عشان بس انا اقول لك ان الفيلم ده فعلا من اكثر الافلام سوداويه، اقول لك اختيارك ده عظيم جدا، لان احنا تحس ان الاختيار السابع لينا هو ايه، دفاعا عن عاطف الطيب اللي يقول عليه مش شعري شعري، اللي يقول عليه ما بيعرفش يعمل حاجه كوميديه، لا بيعمل حاجه كوميديه، فرقم سبعه بيني وبينك كده، اللي ما بيعرفش عاطف الطيب يخش يتفرج على الفيلمين دول، او اللي بيحصروا في حاجه واحده لا يخش يتفرج على قلب الليل والدنيا على جناح يمامه. في جمله اخيره ان هو بيقول لك لازم عشان الانسان ده يوصل لحريته، حتميه الايديولوجيه الثقافه وحتميه مش عارف في ثلاث حتميات عشان نوصل لها ممكن الانسان يوصل لحريته. كان هيجل قال حاجه المثاليه عشان نوصل لها لازم نعدي بكل التحولات اللي هنتحولها نخلص منها خالص، صح ثم نوصل بقى ايه للنهايه السعيده اللي ممكن نوصل لها. صح ففيلم سوداوي جدا مفيش فايده، واخر حاجه بيقول لك يعني عشان يبقى فيه فايده لازم كل حاجه وحشه تحصل في لازم الحياه وهي تخسر كل حاجة. والله. فاحييك على الاختيار يعني عظيم. ربنا يخليك، ممتاز. بس طيب انا يلا بينا نخش على رقم ستة. رقم ستة، انا رقم ستة، وانا قلت لك انا مش راجل قومي بس ايوه ما كانش ينفع اسيب ناجي العالي خالص. طبعا طبعا والله انا اختياراتي انا القايمة بتاعتي دي انت هتتصدم فيها جدا، لان انا يعني ايه هتلاقي في فيلم كده اعتقد الناس كلها هتستناه مني لحد ما اوصل في الاخر ومش هتلاقوه، انا حاسس ان انا عارف هو ايه ومش هتلاقيه بقى. بالظبط، ومبسوط على فكره من اختياراتنا سو فار، لان احنا واضح ان احنا عاملين كوكتيل حلو من دلوقتي يعني. الناس اللي بتسمعنا هتشوف يعني ايه، هنرشح لها حاجات جديده. كلمني بقى والسينما، انا نجا. والله انا السينما اللي بتحكمني يعني، مش عشان انا مثلا دماغي كذا فاختار الفيلم، لا والله يعني انا بقول لك انا في عندي مشاكل حاليا مع القوميه حتى في فترتها، وانا رغم ان انا بعشق غسان كنفاني ككاتب بس انا بحكم بالسينما يعني مهما اختلف مع الشخصيه. بس فيلم ناجي العالي من الافلام اللي الجميله، هي بتتكلم عن شخص وسرد شخص، بس من سرد هذا الشخص يا محمد سرد حقب في المجتمع العربي بالكامل، عكس بيها او عكس من خلال عطف ناجي العالي حقب كتيره جدا عملها عطف الطيب بشكل كبير. صح الصوره نفسها رغم ان انت بتتكلم عن حروب وانفجارات كنت متخيل ان فعلا هلاقي حاجات ركيكه حاجات سيئه مش معمول حلو مش لا، الاخراج جميل قوي قوي، الملابس جميله جدا مش واقعيه وبس واقعيه مش بتاعته يعني، انت بتتكلم في الاردن بتتكلم في لبنان بتتكلم في حاجه هو ما عصرهاش عارف ينقلها كويس جدا، ما فصلتنيش طول الوقت انا مشدود، اوقات كتير والله بحسها انها وثائقيه اكتر منها دراميه. هو اشتغل وثائقي كمان مع شادي عبد السلام في فيلم حرب اسمه جيوش الشمس، فهي الحته دي مش غريبه عنه عن عطف الطيب. فالفيلم ده عظيم، مشهد من المشاهد الشعرية العظيمة في فيلم ناجي العالي وهو في مشهد رأس محمود الجندي على الغارات وهي بتضرب، هو ماسك إزازة الخمرة وبيرقص عليها، مشهد جميل جدا تحسه ميكس كده داوود عبد السيد مع محمد خان الاثنين بعض عاملين مشهد عظيم، هو عامله عطف الطيب مشهد لازم لو بتتفرج لوحدك من شاشة موبايل على جودة 144 هتسقف من عظمة المشهد ده عبقري.
ألف شكر على الترشح ده. الفيلم ده أنا شفته يمكن من 15 سنة، فيعني لازم أرجع أشوفه وأركز في المشهد ده، وأي حاجة فيه محمود الجندي بتبسطني، فيعني كمان إن أنت رحصتني المشهد ده بالذات ده في أخش أشوفه يعني. وحاجة أضيفة كمان، أنا دايما أقول يا محمد الممثل اللكنة كمان بتصعب عليه الأداء، اللكنة الشامي بتاعت ناجي العالي على نور الشريف، والله نور الشريف ده اتظلم في الفيلم ده، وأنت يمكن عارف الهوجة اللي اتعملت على نور الشريف بعد الفيلم ده، تحس إنه اتكروت في نقده كأداء ممثل، بعيدا بقى عن القومية، بعيدا ان ناجي العالي كان بيهاجم ساعتها السلطات او اداؤه، واحد بيقدم شخص مش لكنته ولا اداؤه، ومشاهد فيها حركة وجري وانفعالات، وبياخد من شخصية، وان انت لو بتجسد شخصية خيالية غير لما بتاخد من شخصية حقيقية، وعارف تعمل ده كله. فنور الشريف، وحاجة يعني اوفرول على عطف الطيب كنا المفروض نقولها في الاول، الاداءات عنده عبقرية دي حقيقة، دي حقيقة. حقيقي، الراجل ده غريب وبيطلع اداءات من ناس تقول ايه التسكين ده زفت بس معمول عبقري صح حقيقي، يعني صح. كل التسكينات تختلف معاها بيطلع بس معاه، ويمكن نور الشريف هو من اكتر يعني، او طبعا المثالين الواضحين هم احمد زكي ونور الشريف، بس اعتقد نور الشريف هو اللي فعلا بحس ان هو ساب نفسه اكتر. طيب يعني احمد زكي بتحس شيء عنده لازمات معينه بيعملها يعني، فعلى طول خط نور الشريف اللي تحس مع الادوار المختلفه في المختلفه، ده ساب نفسه تماما بعاطف الطيب يعني، حتى تحس ان هما في فترات فعلا تحس ان هما شبه بعض يعني، صح كان في لقطه كده حاجه في الكواليس بيتكلموا بعض والاثنين بنفس الشنب، تحس ان هما بقوا نسخه واحده من بعض يعني. ف بابا اه بالظبط، اه ممتاز. طيب انا دلوقتي رقم ستة، رقم ستة عندي إحساس كده إنه هيبقى عندك الحب فوق هضبة الهرم، بص عندك هو ولا مش عندي، عندك؟ أيوه لا هو انا في الخامس يعني، كنت عايز اكلمك عنه أيوه بس انا مختار حاجه تانية، بس اختار انت وانا هكلمك في كده مش طيب هختار. ماشي. الحب فوق هضبة الهرم، أنا بحس إن عاطف الطيب عنده حاجتين او موضوعين او تيمتين أكتر او ثلاث تيمات انا بحب فيهم اتنين اكتر عن التالتة. التيمة الاولى هي فكرة الرومانسية او العلاقات الانسانية او العلاقات العاطفية، دي تيمة. التيمة التانية هي تيمة اللي هي التيمة الاجتماعية بتاعته في المجمل اللي فيها عناصر سياسية كبيرة، والتيمة التالتة اللي هي واخدة العناصر الاجتماعية والسياسية بس خاطة فيها عناصر بوليسية، عناصر سسبنس، ودي حاجة لها بعدين. فالتيمة الأولانية بتاعت العاطفة والرومانسية دي متجلية جدا في فيلم الحب في هضبة الهرم. الفيلم طبعا بيحكي عن مأساة شخص بيعاني من كبت جنسي فظيع لعدم قدرته على الجواز او انه يجيب شقة او ان هو ينام مع واحدة، وبيهيم في شوارع القاهرة وهو ده الهاجس اللي عنده، الحاجة الوحيدة اللي بيفكر فيها. والفيلم طبعا مأخوذ عن رواية نجيب محفوظ، والفيلم ده اللي فعلا بقى نزلنا لمستوى الأرض على الآخر بالنسبة للغة الفيلمية. ده واحد فعلا الكاميرا، كان محمد ياسين قال تعبير حلو قوي إن أحمد زكي بيلهث في شوارع القاهرة وإحنا شايفين كل ده من خلال عدسة عطف الطيب. اللوكيشنز اللي بيصوروا فيها، الكافيتيريا اللي بيصوروا فيها في وسط البلد دي اللي طلع على موقف الميكروباصات والشوارع بتاعت وسط البلد ممتازه، ان هو يلاقي القعده دي بالشباك ده اللي بيقعد هو احمد راتب وبعد كده اسرار الحكيم فيها. في مشهد عمري ما بنساه، المشهد اللي هو خلاص فاض بيه الامر واخد معاه اسرار الحكيم ورايحين زي بنسيون كده، خلاص متجوزين المفروض وعايزين يحجزوا اوضه في البنسيون ده. مش ممكن على اختيار المكان ده، البنسيون ده بالسلالم، في واحد قاعد بينجد في الطرق وهم داخلين، الناس اللي خارجه لابسين وعلى خارج ازاي؟ قميص نوم وعلى اه خارج بالظبط، الراجل اللي هو قاعد اللي هو قاعد على الريسبشن بتاعهم ده، اللي هو ما اعرفش اسمه ايه، اللي هو كان في متزوجون بيت اللوح، ايوه ما اعرفش اسمه ايه. يا فؤاد مهندس، ده طلع مع فؤاد مهندس كتير. رهيب يعني، قعدته ابتسامته اثار الحقيقه، حتى الفريمنج يعني هي واقفه ازاي ورا وهو بيحاول يقنع الراجل يديهم اوضه وهو يبص لهم ازاي، مش ممكن، ايه ده؟
ايه ده؟ ده عظمه عظمه في اداره المشهد واختيار المكان واداره الحوار والناس بتتكلم مع بعض ازاي، وتقطع من ده على ده على الرياكشن من ده ورا. فعلا ماستر كلاس في الاخراج المشهد ده لوحده يعني. ومشاهد تانية كتير، تسكين الشخصيات برضه، شخصية نجاح الموجي، شخصية آثار الحكيم رجل عبقري. نفسها، فظيع فظيع في الفيلم ده. شخصية أحمد راتب، في مشهد اه وهو قاعد، أحمد راتب قاعد مع أحمد زكي، ومفروض إن هم ماسكين آثار الحكيم، وهو بيقول له أنت متخيل إن هي هتجي لك اليوم؟ كأنها هتجي لك، لأن هو أحمد راتب متخيل إن هو إيه أحسن شوية من أحمد زكي، إن هو بينام مع ستات عواجيز، فعلى الأقل اه إيه بينام مع حد يعني. بالضبط. ففجأة لا، آثار الحكيم فعلا جت، وسالي حكيم حلوه وصغيره وشكلها بنت ناس ومش عارف ايه، فمشيت احمد راتب وهو خارج بره وبيبص لها، وبصيته اوف رهيب. صح، ف تحس ان فيه انتصر عليه يعني. اه بالظبط، ففيلم اه فيلم عظيم. وفي حته كنت عملت حلقه سينماتولوجي عن عاطف الطيب، بقول فيها ان الملاذ الوحيد لكل الشخصيات المقهوره في افلام عاطف الطيب دي هي في حضن. دايما عظيم. بيبقى فيه لحظه كده بتلاقي ان الشخص ده ارتمى في حضن حد ورمى كل همومه عليه او عليها، ده النفس الوحيد اللي عنده. وفي المشهد ده بنشوفه لما بيحضن ابوه خارج كده في وسط ايوه صح، الطلبه، انا فاكرك هتقول على اصلا، بيحضن فانا عايز ابوه، اقول لك ابوه. بيحضن ابوه. انا يعني مفيش مره اشوف المشهد ده غير لما دمع شويه، افتكر ابويا ودمع على اه اللي هو الحضن اللي بيترمي فيه. ولو لاحظت افلام كتير قوي هتشوف الحضن ده، واحد مع ابنه واحد مع حبيبته. ففي لقطات عاطفية جدا جدا في الفيلم ده. وطبعا مشهد النهاية برضو الـ يعني ما فيش شعرية اكتر من كده، كنا صح بنتكلم على بالظبط. الشعرية ورومانسية، لان معنى الرومانسية بالمعنى الادبي هو مش راجل وست ماشيين على البحر ماسكين ايد بعض، صح، في معنى صميم المذهب الرومانسي يا محمد، صح بالظبط جدا. الرومانسية هي انك تخسر حبيبك، او ان صح انت يبقى في ألم في الحب ده. فلكل الأسباب دي حطيت الفيلم. لا لا عظيم. أنا فيلم بالنسبة لي عبقري يعني، أنا كنت حاطه في المرتبة الخامسة، وحسيت ان عاطف الطيب قال حاجات كتير، رغم ان المشهد ده هو عاطف الطيب هاجم فيه حاجات كتيره قوي. يعني انا ممكن اضيف بس في حاجات سياسيه شويه عنده، وان دايما عاطف الطيب بيهاجم ما حدث من فتره السادات. وي 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 عاطف الطيب لو جاب شخص مسؤول، طبعا الواقع كله هو واقع ما بعد، او الانفتاح والحاله المزريه بتاعت ان الوظيفه ما بقاش ليها اي 30 لازمه. هقول لك على حاجه كمان في الفيلم ده، المكتب بتاعه يا محمد الفاضي، تلاقي المكاتب كلها عليها حاجات، مكتبه هو فاضي، هو ما بيعملش، اسمه موظف وخلاص، موظف ووكيل الوزاره اللي هو ابو اثار حكيم، برضه ملوش اي 30 لازمه. السباك رغم انه كويس يعني، ده حد كويس، نجاح الموجي انسان جميل في الفيلم، مش فيلن ولا حاجه، خالص بس بالعكس. حاجه صعبه ان تبقى الوظيفه والتعليم ملهاش اي 30 لازمه. فكل ده بيصب على الحاله المزريه اللي وصلنا لها، ولكن كمان هو ما رحمش فتره عبد الناصر بصلاح نظم، صلاح نظمي، صلاح نظمي صح؟ لما قعد معاه اللي كان القهوة، قاعد على القهوه وهو ايوه كان كلكم اسمه كدابين. الشخص اللي هو بيتكلموا على القهوه، صلاح نظمي، صلاح نظمي، وراه خلفيه عبد الناصر، صح صورة عبد الناصر. فأنا صح بكلمك من هذه الخلفية، وإن أنتوا بتوع شعاراته بس وكلامه بس، وفي الآخر إحنا وأنا دايماً أقول كده كعمر أبو المجد، الدنيا تتغير مهما تتغير، الطبقة اللي في الشارع تحت ديت المطحونة محدش بيبص عليها غير السينما، غير الفنانين. صح والله غير مهما اتغير، جيب نظام ده برضو في ناس تحت كده محدش طبطب عليهم حرفياً غير السينما، او ان انا اعرف ان الناس دي موجوده اساسا، عشان مثلا يحصل فيلم فيطلع نجم فلاني الفلاني وفي صح الاخر يقول لك مصر ما فيهاش الكلام ده. لا، ما حدش طلع الناس دي من تحت الارض ووراها للناس غير السينما. الحاجه الثانيه والجريئه في تناول هضبه الحب فوق هضبه الهرم، الجراءه. انا واقع زي ما كنا بنتكلم في ايز وايد شوت، انا واحد شاب عايز انام يعني. شوف الفيلم في الاول بيبص على اجزاء في الستات، وان هو عايز ينام مع واحده، وان هو والشباب بتتكلم في دوت، دي حاجه لا تعيبه، ده شاب صح ونفسه يتجوز مع واحده. بالعكس انا كنت متوقع ان عاطف الطيب كان هيختمها نهايه سوداويه مرعبه،
لكن في الآخر حد ينتحر بقى، والله كنت متخيل كده، صح. لكن قد يكون بقى عشان نجيب محفوظ فخلى النهاية تخلص إلى حد ما فيها تنفيسة رومانسية من، لأن حتى بيقول لها إيه، أنا هكلم الضابط يحبسونا في زنزانة مع بعض، ده صح المذهب الرومانسي دايما يقول لك إيه، يثير الخيال، صح فلو مش هيحصل حاجة بس هو رومانسي في اللحظة دي، إحنا مش في الواقع خالص، احنا صح ناس طايرين، ده قلت لك شبه الدنيا على جناح يمامة، احنا طايرين، احنا الاثنين طايرين، بالضبط فخلاص اهو بالضبط الكلام يعني ده اللي حالتنا يعني، احنا نتكلم بس. فعظيم صح الاقتراح صح والاختيار. ممتاز ممتاز. يلا نخش على رقم 5 عندك. انت وفرت عليا، لان انا كنت هقول لك هو اختيار ده؟ الخامس بالنسبه لي، يا الحب يا ليلى ساخنه. يا ف سبحان الله، لأن أنا رقم 5 بالنسبة لي هو ليلى ساخنة. شفت بقى؟ شفت بقى؟ يبقى إيه؟ يبقى إحنا في نقطة تلاقي بقى هنا، يعني يبقى إحنا الاتنين، جدا تعالى تعالى نحط إحنا الاتنين ليلى ساخنة رقم 5 بالنسبة لنا. كلمني بقى ليلى عن سكن الفيلم الجميل ده اللي من أول مزيكة مودي الإمام أصلا أنت فظيع. دخلت في مود تاني خالص. لو هنتكلم ليه انا اخترت الفيلم ده، وكنت بقول هضبة الحب ولا الفيلم ده، اولا عطف طيب في حاجه بتميزه في اغلب افلامه، مش هقول بعضها، عطف طيب بيتحرك في فتره زمنيه قصيره، هو صح يجيد صح صح هذا الاسلوب لقلما ينتقل في مراحل طويله، ناجي العالي اختار فتره زمنيه طويله، ابناء وقاتل اختار فتره زمنيه طويله، حد بيكبر، لكن دايما تحس ان هو احداثه حدث حدث واحنا ماشيين جواه، واشتد التشالنج عليه الاسلوب عليه في فيلم ليلى ساخنه، الايقاع سريع جدا جدا جدا، وهو يجيد هذا الاسلوب، ما اعتقدش ان صح حد يعرف يجيد هذا الاسلوب مثل عطف الطيب، اجاده الفيلم مش طالع مقلوب خالص، لا طالع احداث انت حاسس فعلا ان انت بتقضي يوم، انت بتنهج وانت بتتفرج يا محمد صح على صح الفيلم ده، صح فده من حيث اسلوبه طبعا. لا يعني لو هنتكلم عن الشارع اللي هو بيجسده واداء نور الشريف الناضج في الاداء بتاعه حلوة بالشكل الكلمة دي دوت، فعلا، كان ناضج جدا في الدور ده. شوف والله معاني ناضج صح. وتمعشق مع عطف الطيب زي ما انت كنت بتقول، خلاص انا فهمت، انا اعتقد الاثنين دول بيبصوا لبعض بس يعني، خلاص مشهد طبعا لقائه مع سيد زيان، سيد زيان دايما هنلاقي في عطف رهيب، سيد الطيب زيان نصف ده عظيم على الممثل فكرة. على الهامش عبقري، سيد زيان والله ده مفيش فيلم مش هتذكر. صح. الشارع بالكامل، المشهد الاول بتاع العوامه او نبيلة لبلبة لبلبة وهي بتتضرب وبتتجر، الناس المجاميع ديت وهي بتضرب أداءها كويس جدا، حالة فعلا قوية تخليك عامل كبداية، عامل اسمها ايه، محفز لتطور الأحداث. صح. نتكلم في المعنى بس بتاعه، وان برضو ازاي عطف الطيب عارف يجسد حالة ان العالم يستريح، او ان المجتمع المصري او النظام المصري يستريح على ناس غلابه جدا، زي احنا بنقول ان احنا في حب فوق هضبة الهرم، ناس مش عارفه تتجوز ولا تمارس حياتها الطبيعيه زي ما هو كان بيقولها احمد زكي، حاجات يا محمد عبيطه جدا يعني، واحده عايزه 300 جنيه علشان خاطر تخيل يعني. ما تنامش في الشارع، واحد عايز يعالج حاجات، انا بعتبر ان من العار والله العظيم ان احنا نجسدها في الافلام، انها تكون مطالب اساسا، لما دي تبقى مطالب فتبقى فعلا حاجه محزنه جدا 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 على الفيلم، وخصوصا وحاجه عظيمه جدا ان الفيلم ده ما ينفعش فيه احمد زكي، نور الشريف قوي، انت زعلان انه مكسور يعني، في واحد جبل عارف جمل كده حاسه مكسور يعني، اللحظه الاخيره ليه وهو ماشي في ليس صعبان عليك فعلا، ف انا الفيلم ده عظيم بالنسبه لي. انت ده قول فيلم هايل. عجبني قوي انت جبت سيره المشهد بتاع لبلبه في العوامه ده، اختيار حسن الاسمر في الدور ده اختيار عبقري برضو. تسكين هايل للدور، وسبحان الله عاطف الطيب بيعرف قوي برضو يختار الناس. يعني هو الشخص اللي كان حينام مع لبلبه لما بنشوف الباب موارب وهو واقف زي الدروبش كده بالفانيلا الداخليه، برضو كان في مشهد في ضد الحكومه لما دخلوا على بيت الدعاره ايوه
والناس اللي جوه وبيجروا، بيجيب الناس دي منين يعني؟ واللي بيلبسوا زي فين المشهد بتاع اللوكات ده اللي خارجه بقميص فوق بالظبط؟ كده، بالظبط يعني، يعني ايه الريفرنس بتاعه يعني، جابها بس ازاي ما الواقعيه دي؟ تفهمش، ما تفهمش واقعية يعني، في صليب يعني، صليب واقعية فعلا، صميمة واقعية بجد يعني. فالمشهد ده فعلا ممتاز، وفعلا الريتم بتاعه حلو قوي يعني، ضابط الايقاع بتاع الفيلم بشكل ممتاز. والقاهرة بالليل بقى، واحساس القاهرة، وشغل مع الممثل الولد الصغير برضو، عامل الدور حلو قوي، وزاوية الحاجات الخاصة، شغل معاهم طبعا رقيق، رقيق طبعا جدا طبعا وحساس جدا طبعا، يعني. وصعب وصعب، صعب طبعا، صعب ان هو يوصله لنا كده من غير ما نقول يا حرام، لا ده احنا بنحبهم، مش بنعطف عليهم، وفي فرق بين بالظبط الاثنين. بالظبط، و وموظف كويس يعني، مش محطوط كده وخلاص عشان في طفل بالظبط المشهد مكتوب، لا صح عاطف طبعا، عارف يطلع منه احسن حاجه، وكانه فعلا واقعي جدا، مشاهد واقعي. واعتقد ان الممثلين اللي حواليه عندهم كميه كبيره من المرونه، ان انا متوقع رد فعل غير اللي احنا متفقين عليه وعمالين صح نحفظه، وي صح لو عمل حاجه انا اتجاوب معاه. فاكيد نور الشريف، نور الشريف انا بالنسبه لي يعني، مش عايزين يعني، ده محتاج برضه حلقه تانية، هو اكتر واحد ان لم يكن الوحيد، مش عايز اقول او خلاص دلوقتي مفيش، فاهم سينما وفاهم اداء صح وفاهم تمثيل صح وفاهم فن ممثل، التمثيل، فن التمثيل وعلم حقيقي التمثيل. صح غير صح الموهبه، والموهبه ناخد وندي مع زكي محمود عبد العزيز مش عارف ايه، لكن حد يقدر يقول لك هو ليه قدم المشهد ده كويس، ليه قدم المشهد ده وحش، مفيش غير نور الشريف اللي يقدر يتكلم عن اداءاته صح واداءات غيره. يعني اعتقد ان صح احمد زكي ما يعرفش يتكلم عن اعماله اكتر من نور الشريف ما يتكلم عن اعمال صح احمد زكي، ويقول لك احمد زكي جابها ازاي كويس بالشكل ده، فحد يعني تحطه في الفيلم وهو مستريح يعني. صح واخر مشهد في الفيلم، احنا على فكره، احنا بنثبت نظريه دلوقتي انا وانت لناس كتير قوي، ان عاطف الطيب مش سوداوي يعني. نهايه سوداوي الفيلم، نهايه الفيلم دي مش سوداويه خالص، بالعكس دي كلها امل، وكلها جدا جدا ومزيكا جميله، وامل لبكره، وان هم انتصروا في الاخر فلا يعني، صح. عنده الامل كبير يعني. جميل. طيب احنا برضو في حاجه كنت في ال، لو نرجع بس خطوه لورا في اه الحب اتفضل. فوق الهرم، الهرم الهرم عند عاطف الطيب اه غريب، صح، تحسه انه بيظهر في افلام وفي مشاهد. شاهد صح بيشهده كده، تحس انه بيشهده يعني، كانه هو. انا دايما لما حللت فيلم سواء تويس او هتلاقيها في كل فيلم، تحس ان الراجل ده احنا كنا ايه اصلا وبقينا ايه، وكانه بيشهد الحضاره علينا، التاريخ علينا، صح احنا نشوف وصلنا ليه. فهتلاقيها في فيلم، في فيلم حب فوق هضبة الهرم، كان اول مشهد اللي هو كان بيتخيل صح التدني ليه، حاله التدني ليه كان قدام الهرم، وحاله التدني دي كمان لما انت قلت انه اترمى في حضن ابوه، معلش ان احنا عمالين نلخبط الناس لا 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 ونرجع يا الخطوه. الناس عايز تسمع. لما انت تقول اترمى في حضن ابوه، اترمى في حضنه في اللحظه اللي هو راح عمل حاجه مشينه بالنسبه له، اللي هو انا صح رحت البيت مع احمد وسكر وراجع البيت. انا كنت والله متخيل، وانا اعتقد ان الناس كلها كده متخيل، ان ابوها يروح ضربه بالقلم واطلع بره بيتي، انا كنت متخيل كده، لكن اترمى فعلا في حضن ابوه كانه بيستخبى بيشكي له زي صح شكوى الهرم بالظبط يعني. صح صح فحسيت ان ما كانش ينفع نعدي فكره وسماه باسمه يعني، تحت الحب تحت هضبه الهرم فوق هضبه بالظبط الهرم دي عظيمه بالظبط يعني. بالظبط. ماشي وبمناسبة الهرم، خليني انا اقول رقم 4 بقى، لان في قول. مشهد فيه برضو في لحظة اعتراف بتبقى عند الهرم، والفيلم ده هو كتيبة الاعدام. ده بالنسبة لي رقم اوبا 4. بتهزر انت بتهزر، رقم 4 برضو. أربعة أربعة شفت بقى، باشا باشا وابن باشا، قول لي بقى. شفت بقى. يا نهار أبيض، مش ممكن حلو قوي 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 قوي. واللي فكرني يعني، اللي قلت ابتدي بيه ليه؟ عشان مشهد الهرم ده فعلا، اللي هو أيوة، أنا خلي معالي بالك وأنا زايد. بتكلم على سواق الاتوبيس وعقبال في فيلم تالت انا كنت عايز اتكلم فيه في الهرم. صح هو ده. والفيلم ده بقى كمان، فاكر من فترة كده، من شوية قلت لك ان في عنده كذا تيمة، عنده اللي هو الرومانسية، وعنده السياسية الاجتماعية، وعنده السياسية الاجتماعية بس فيها عنصر بوليسي، عنصر طبعا الكونسبيرسي. كتيبة الاعدام بقى كده، كتيبة الاعدام انت بتتفرج على فيلم فيه ترقب، حالة من الترقب رهيبة، انت مش عارف ايه اللي هيحصل بعد كده، عندك كذا خط بيربطهم مع بعض بشكل ممتاز. بداية أصلا من أول الفيلم لحد التترات الأولانية، ده فيلم قصير لوحده أصلا،
صح ومود في حد ذاته. والشوت اول شوت والكاميرا عامله وايد كده وبتبان يمين وشايف الوان السحاب والدخان والعربيات، ده لقطه سينمائيه بديعه، لحد ما واحده واحده بتخش في الاحداث عامله ازاي. في شوت اللي هو لكتع لما نور الشريف بيساله على مراته، فلكتع بيقول له قمر حلوة. بدر وبتحلو وحاجه كده، اه دخلت الكاميرا عليه وهو بيقولها، انت عارف ان في مصيبه هتحصل، انت عارف صح ان في حاجه. فبرضه ودي حاجه معلش نقطه كنت عايز اتكلم فيها ونسيت، عطف طيب عنده حركه كاميرا امضى الفها، اه امضى كده شفت امضى هي بتاعته دي، انت فهمتني، عنده حركه كده بيخش بالشريو على الممثل، والاثنين الشريو داخل على الممثل والممثل داخل على الشريو، محدش بيعرف يعملها غيره. وفعلا هي امضى بصمه عاطف الطيب عاطف الطيب. السينمائي. وعنده دي وعنده إمضة تانية إنه يسيب الممثل بيتكلم ويتحرك، اي السيارات بان رايت أو بان ليفت ايوه اتعملت كتير، يبقى في جدا عنصر بيتكلم قوي، يعني لدرجة إن أنا كنت عايز أقطع كلمة كلنا فاسدون عشان أحطها في مشهد كلنا فاسدون وهي بتتقال مش موجودة على أحمد زكي. صح. مشاهد كتير في الهروب مش موجودة على أحمد زكي، في كشف كشف مستور المستور مش موجودة. شفت جاب لي الجرسون، يعني مشهد فظيع ما بين اتنين نجوى عباقرة فؤاد ونبيل عبيد وبيستعرض لي الجرسون وهو بيعمل حاجة. امضى دي زين. امضة صح عطف الطيب. طيب صح نرجع ل قول لي بقى. كتيبة الإعدام. كتيبة الإعدام يا محمد فيلم فعلا استثنائي، ومش عارف ليه برضو ده مش من الدرر بتوع عطف الطيب. ليه أفلام كده ثلاثة الفيلم ده تحس مظلوم او برضه تم اختزاله. اه فيلم بيتكلم عن السياسه وخلاص، لا خالص. انا وصلت لدرجه الفيلم ده نشأ جوايا حاله استثنائيه في الصناعه، ان الجزء الاول من الفيلم قد نصل لنص الفيلم انت متشبع ان الشخصيه ديت، شخصيه نور الشريف كان اسمه عز رجال، حسن عز الرجال اهو. حسن عز الرجال، مظلومه ومضطهدة ومقهورة والعالم كله جاي عليه وانت مش قادر تكره الناس اللي بتضربه صح وبتأذيه. برافو عليك. حالة غريبة، انا بتفرج عازرهم، اصل انا لو موجود وشايف واحد سارق متهم فلوس الجيش بالخيانة. وقاتل المقاومة والخيانة وي 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 عمري ما هسمع عليه. حالة تضارب كده عندي، عارف يعملها عاطف الطيب وأداء نور الشريف وعبقرية وكتابة لأنك أسامة عمر عكاشة، بالظبط تخيل الصناع يعني. مش قادر. انا بقول لك التوليفه دي نشأت جوايا حاله هتوديني لفين يا عطفه طيب، صح هتوديني فين يا فيلم، يعني انا مش عارف انت هتوديني فين واوصل لايه. صح ده جانب استثنائي لا يمكن عطفه طيب نغفل عنه في الجزئيه ديت بالفيلم ده. فيلم استثنائي فعلا عند عطفه طيب، وفي السينما المصريه الفيلم ده استثنائي. لما نيجي نتكلم عن الموضوع، وانا قلت لك ان عطف الطيب، واحنا هنبدا نقرب لعطف الطيب، وانا فيلم الاول عندي هو عطف الطيب، يعني هو قصه حياه عطف الطيب بالنسبه لي. احنا هنا بدانا، هو اقول لك يعني ايه واحد خارج من حرب اكتوبر مصدوم في الواقع المادي الاستهلاكي اللي ناهد فيه كل الشهامه. يعني انت بادي من اب مقاوم، راجل عنده مثل بيطلع ابنه كمان كوطني وسايب وي 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 للحاله اللي احنا وصلنا لها. مشهد ملحمي يا محمد، مشهد قتل لكتع في لكتع الآخر، خرج لكتع، أوف رهيبة مشهد رهيبة. ملحمي حقيقي كان ممكن يتقتل عادي. وانا دي بقول لك ان مشاهد الاستعطاف والقتل ناس بتستسهلها، انا ممكن اقتله وخلاص. صح بس تخيل هو قتله ازاي؟ قتله في مجمع استهلاكي، قال لك انا اول واحد ابني هذا المجمع. يعني انت بتحرق عليا شغلي لان انا صح محللتش صح الفيلم دوت. اول واحد اعمل المجمع ده في سنه 74 بعد بعد الحرب على طول، ومات فيها يعني مات رمز في وسط. صريح، رمز اه صريح لكل عاطف الطيب ضده بالظبط. الشخصية دي. فهو مش نهاية عادية، مش اللي هو عايز يقتل، حتى دي تقدر تجد فيها
من الشعرية يعني، مش قتله طبعا خلاص، طبعا، فيها من لان الشعرية. هو كان ممكن يموت. معلش الناس تعذرنا ان احنا بنحرق، بس دي طبيعه البودكاست، ما ينفعش نقعد ندردش ونفصص من غير ما نحرق، فسامحونا معلش. بس الطريقه، هم الاربعه كل واحد بيضربوا رصاصه في ظهره، كان ممكن يموت ونخلص. لا ده بيجري وينزل لحد ما يوصل في جوه السوبر ماركت مع كل البضاعه المستورده دي، وساعتها بياخد الطلقات اللي بتقتله. ففعلا مدروسة مدروسة، صح. والهدف واضح يعني. مشهد عظيم، اتعمل كويس جدا، ومن النهايات المريحة يعني. عطف الطيب يعني، لو هنتكلم في حب فوق هضبة الهرم، ليلة سخنة، الدنيا على جناح يمامة، نهايات مش وحشة، بس عندك الأبطال محبوسين، مش بشعة، لكن دي مديك بينتصر. تنفيسة، طلعت غلك انت في صح فرج لك ده في الفتره ديت، الصرخه ديت، لان احنا عندنا صرخه كبيره العطف الطيب متكرره في افلامه، هنشوفها بعد كده. صح فعبقري، مشهد عظيم يعني. ده فيلم هايل هايل، ومعالي حاجة. زايد، خلي بالك، انا قلت لك معالي زايد عبقريه في الفيلم ده، وانا معالي زايد بالنسبه لي من النساء اللي مهضومين يعني، يعني ما بنتكلم، ما حدش بيتكلم عنه حتى على صح المستوى النقدي، لكن هي ممثله فعلا شاطره قوي، وما جاتش زيها تاني يعني. مش عايز اختار، هي الشعبيه، البت الجدعه، صح الشلق، بتعرف تعمل لك الحتت دي ببساطه، مش صح محتاجه شغل كتير قوي على نفسها يعني. لبلبه بتاخد جهد طبعا، تبقى عبقريه لو عملتها نبيلة عبيد، لكن معالي زاهر بتعملها بابسط الاساليب عندها يعني. صح فخسرنا حاجه مش مكرره عندنا في دي السينما، حقيقة معالي زاهر. دي حقيقة. لا فيلم ممتاز، وبيلعب في حته كمان على اللغه السينمائيه، بنى السسبنس وبنى الترقب، والتليفونات اللي بتيجي مش عارفين بتيجي من منين، وبتتراقب، وما هو في الحمام وحد بره الحمام في العماره اللي قصادها، يعني في حاله ترقب كده بيعملها حلو قوي. وهرجع لها تاني في فيلم جاي عن تاني قدام، بس عشان ايه نبرز فعلا ان هو تقني صايع قوي في حكي الفيلم، وان هو يسحبك فيه. طيب ممتاز، نرجع لك بقى رقم 3، قول لي. احنا اختلفنا، هنختلف في 3 جدا يعني. متهيألي كده، قول لي بقى نجرب. انا حاسك، بس طب ينفع اتوقعك ولا ايه؟ توقع اما نشوف. هتختار الزمار؟ لا. لا. طيب ماشي، اصل طب ما دام انت مش هتختار الزمار، فانا كان عندي مشكلة مع فيلم الزمار، رغم ان هو فيه شعرية وفيه حالة كده جميلة عند عطف الطيب، ولكن انا قعدت، ودي مش موجودة بقى في فيلم كتيبة الإعدام، قعدت جزء كبير من الفيلم وأنا مش فاهم أي حاجة خالص، ودي مش موجودة في في كتيبة الإعدام. أنا لحد دلوقتي مش فاهم الراجل ده عمل إيه، سرق ولا مسرق، بس عارف إن ده مظلوم وشخص صح مضطهد ومتشبع بهذه الحالة بشكل كبير جدا. ممكن في فيلم الزمار أنا مش فاهم في حاجة، توهان وكل شوية. شوية أروح باص على التايم بتاع الفيلم، فالوقت عدى كبير لدرجه ان انا تقريبا وصلت لساعه وانا مش فاهم اي حاجه. طبعا اداء محسنه كان عبقري، فده يعني نذكره على الهامش يعني. طيب صح انا التالت ليا يعني، هو بيزك يعني كده، هنروح ندخل للبيزك شويه. انا فيلم التالت يا محمد ضد الحكومه. ايوه بقى، عمر ابو المجد وصل يا جدعان. ايوه نبدأ البودكاست بقى. يلا بقى نشتغل بقى. ممتاز طبعا طبعا يعني طبعا. ألو معايا؟ فيلم معاك. سامعني يا عمر؟ أنا سامعك. اوكي يلا خش لي بقى ضد الحكومه، الفيلم العبقري ده. أي، عارف أنت اللي هو إيه؟ أي شيء يقال بعد ما قيل. بالظبط. بس هو ده برضو فيلم عطف طيب جدا. يعني نفس اللي انا قلته في كتابة الاعدام، وهقوله برضو خلاص، انا كل مدى هتلاقيني رايح لعطف الطيب جدا لحد ما هوصل للذروه. وزي ما قلت لك على فيلم كتابة الاعدام هي صرخه، فيلم ضد الحكومه هو صرخه بشكل كبير على اللي احنا وصلنا له. المميز عندي في ضد الحكومه ان البطل بتاعك نفسه، دي مش موجوده تقريبا في افلامه كلها، التحول يا محمد،
صح، يعني دي البطل بتاعك، نقطة عبقرية. صح. البطل هو اللي كان وحش وهو اللي كان حلو معاك، هو اللي انت شايفه انسان خسيس جدا، واتعمل مشهد المرافعة الاولى اللي دايما ضد الحكومة مختزلينه في المرافعة الاخيرة، المرافعة الاولى فعلا انت كائن رخيص جدا جدا جدا. الكادر بتاع عطف طيب للبنت الغلبانة اللي في وسط الناس الصعيدة وهي قاعدة مسكينة وبيتم انتهاكها من وشها هذا برضه، الشخص، من واختيار، هذا الصنيعة، ايه صح، بالظبط، واختيار انسان وشها بريء. الاختيار الممي... اه جدا يعني يعني. كلمة براءة في الشكل، يعني انت تقول واحدة وشها بريء بتجسد واحدة بريئة، يعني انت اخترت وشها بريء، مفيش ميك اب، القصة البسيطة بتاعت البنات المصرية العادية جدا دي، واحدة الكاميرا بالمكياج بالتكوين محطوطة في وسط ناس عمم وصعيد ومش عارف ايه، واحدة باينة من نظرتها. انا عارفش عطف الطيب ازاي بيطلع الاداء من كل الناس بالشكل ده، دي واحدة بريئة. تعال نشوف شخصية مصطفى بتقول ايه، بتقول ان واحدة هي اللي سايبة نفسها، هي الانسانة مومس، هي الانسانة عاهرة، هي. فانت شايف فعلا تضارب ما بين الصورة وما بين التكست اللي بيتقال، يدي لك، احنا بنتكلم عن عاطف طيب، عبقرية عند عاطف صح. الطيب في الكلام والتكست، وزي ما قلت لك هو يخرج من البطل ويروح لناس تانية. ونرجع تاني ان الواقعية، كان يتقال ايه عن الواقعية يا محمد، عن ان الرومانتيكية او الرومانسية تثير الخيال والواقعية تثير البصر. انا لازم اشوف واقع، لازم اشوف حالة فعلا اشوف فيها نفسي، برافو. فان هو فعلا يخرج من البطل وينقل لك صورة تانية. كلام بيتقال النجم بتاعك الالفا عندك في الاداء احمد زكي وفي التقمص، انت جايب لي واحدة في وسط مجاميع هي دي الاساس عندك، ده شغل عاطف طيب، ده شغل اخراجي. اعتقد في الزمن ده الممثل ممكن يتدخل يقول لك لا لا ما ينفعنيش ده، انا عايز اظهر ولازم كلوس انا المشهد عليا. ده. اه بالظبط، انا بقى انت ما كترت، انا والله سمعتها بوداني بسمع علينا، يعني انا اتكروت في الكلوزات، يعني انا لازم كلوزات، عايز اخي 50 كلوز في الفيلم. والله فتخيل احمد زكي بيتم بان منه، بنخرج بان رايت منه علشان نستعرض مجاميع، ده شغل عطف الطيب. بص بقى انت تخيل الفيلم محطوط ما بين كوتيشن المرافعه ديت والمرافعه الاخيره، حاله التحول بقى، مش هنقول الاداء، التحول في الفيلم ما بين المرافعه دي والمرافعه دي. فبالنسبه لي الفيلم ده برضو فريد، مش بقى فكره بقى السياسه وفكره المونولوج الاخير العظيم منه، الفريد فيه هي فكره بطل واحد يتحول ويجسد الفساد والمثالية والتحول للجودة والتحول للخير والصراع بشخصه. طبعا اختيار أحمد زكي عبقري، يعني ما يعني أكتر واحد يجيد هذا الأسلوب يعني في التعامل، يعني صح. لا دي قول نقطة عبقرية تسلم عن فعلا، ضد الحكومة. نقطة عبقرية ما كنتش واخد بالي منها غير لما انت قلتها، ان فعلا في بقية افلامه البطل ما بيتحولش، هو البطل سبب ان اللي حواليه هم اللي يتغيروا، يعني هو اللي بيسبب التحول للغير، لكن هو ما بيتحولش. في الفيلم ده فعلا هو اللي بيتحول، دي نقطة فعلا ممتازة، وفعلا عمال بفتكر كل الافلام التانية بتاعت عاطف طيب البطل ثابت، هو ده الوحيد فعلا اللي بيتغير. وفعلا احسن طريقة انك تظهرها دراميا وسينمائيا هو ان انت توريه في المرافعة الاولى وتشوفه في المرافعة الاخيرة، سواء في الاداء، سواء في حركة الكاميرا، سواء في مين عنده قوة، تغير القوة عاملة ازاي. والفيلم كله ممثلين هايلين، ابو بكر عزت عامل دور رهيب في الفيلم ده، يعني ممتاز، يعني صح جدا، متصل المشهد بالله. بتاع الجامع متصل بالله فظيع. وتفاصيل صغيره، تفاصيل صغيره قوي. فانا فاكر يعني مشهد لما بيجي لهم الخبر ان قبضوا على ستات في بيت الدعاره، وكنا اتكلمنا على الناس اللي جوه برضو شكل برضو الناس ايه عامل كده، ازاي. كان قاعد، هو قاعد ومعاه المتصل بالله واحد تاني وبياكلوا منبار، بيشربوا صح. بيره ولا اه البيب ولا وات ايفر يعني، وبياكلوا منبار. تفصيله يعني عارف والله حاجه تحس ان سبيسيفيك مكاتب جدا. المحامين كده، يعني لا ما شفتش، صح جدا صح، فجأة جاب وتشميرة الكم وقاعدين وازاي بياخد الكلام ويسبقوني على الاسم، صح. لا فظيعة، لا تفصيل فظيع. رهيب. لا الفيلم ده ممكن نتكلم عليه ساعات فعلا، وانا لا لا يعني لا طبعا انت طبعا. ما عملتش عليه، عملت عليه حلقة ولا لا؟
عملت حلقة ضد الحكومة ده، لأن طبعا الفيلم ليه ده طبعا يعني بقى يا جماعة لازم تخشوا تسمعوها شديد يعني. في الصدامية كمان. أنا حتى قلت إن أنا شفنا أفلام سياسية كتيرة جدا، أفلام سياسية صدامية، لا مش قصدي في معنى حتى على أسماء الأفلام، اسم الفيلم ده كان غريب جدا، هو ضد الحكومة عكس أي كل الأفلام السياسية من أول اسم الفيلم، وأنت حاسس إن فعلا عارف أنت في كلمة بيقول لك ضاق خلق الواحد عند عاطف الطيب عشان يطلع، وبرضه دي من النهايات المريحة لعاطف الطيب، بينتصر لينا وبينتصر لنفسه عكس أفلام كتير ليه النهايات بتبقى صعبة أو نص نص، يعني احنا قلنا يا نهايات تشاؤمية يا نهايات نص نص، دي نهاية انتصار قوي جدا جدا جدا، واستغاثة من عاطف الطيب، لو هنقول إن دي كمان رمية حضن كمان بشكل كبير بيشتكي لحد، فكانت المونولوج الاخير عند عطف طيب مونولوج عظيم، يعني مش عايز استخدم لفظه معينه هي موجوده فيه بس عشان انا ماجلها للفيلم اللي بعد كده، يعني هقولها لك اهي. جميل وجميل، وعشان تشوف برضو ان في وصل بين الافلام، الفيلم اللي قبله كتيبة الاعدام بينتهي بالبطل بيحضن ابنه في المحكمة، وهنا برضو البطل بيحضن ابنه صح في المحكمة، صح فبرضو الاثنين صح زي بعض صح منه لا 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 صح، ده انت كده جايب امضه تانيه لعطف طيب. بالظبط. طيب نروح لرقم لا ثلاثة عندي. ثواني اقول لك حاجه، اقول لك اتفضل لا لا استنى، انا قول لي كنت قول لي. هتلخبط لان بشير الديك اللي فقد ابنه وعاطف الطيب اللي كان بيهون عليه، ده في الحقيقه كنت هقول العكس بس آه معلش. فعلا. أوكي. ماشي هقول الفيلم طيب الثالث. أنا رقم ثلاثة عندي فيلم برضو مش من الأفلام اللي أعتقد ناس كتيرة شافته، بس فيلم بالنسبة لي هو فيلم سينمائي من الدرجة الأولى، فيلم مخرج أكتر من أي حاجة، وهو فيلم ضربة معلم. اوف ضربة معلم ده برضو بطولة نور الشريف وفي كمال طبعا الشناوي في واحد من أحلى أدواره، وفيلم زي ما انت قلت هو بيحب يجيب افلامه بتحصل في فتره معينه، ده برضو بتحصل في كام يوم في رمضان، وقصه بسيطه جدا يعني بدايتها تشد قوي، ان شريف منير امه بتنام مع واحد صاحبه، وابوه كمال الشناوي راجل غني جدا وقوي جدا ومسافر، فبيخش ويقتل عشيق امه، فمن اول الفيلم انت كده بيشدك على طول، وبعد كده صح بيهربوا من البوليس، ونور الشريف هو ضابط بوليس بيحاول يقبض عليه، ولكن كمال الشناوي راجل يعني امبراطور في القوه بتاعته، وبيعمل كل اللي بيسعه علشان نور الشريف ما قدرش يمسكه. فالفيلم محكم يعني، انا على قد ما بحب كتيبه الاعدام، بس كتيبه الاعدام في رايي ممكن يخس 10 15 دقيقه في الاكت، في السكند اكت، بالفصل الثاني بتاعه ممكن يخس 15 دقيقه، ده ما ينفعش يخس ثانيه. فيلم محكم قوي، كل مشهد محكم جدا، بيشدك بشكل حلو قوي، كمال الشناوي اداؤه رهيب، والطريقه اللي بيورينا قوته عامله ازاي رهيب. احنا اول شوت بنشوف كمال الشناوي كلوس عليه بيقرا الجورنال وشايف خبر على الجريمه اللي ابنه عملها، الشوت اللي بعديه وايد جدا هو قاعد في طياره لوحده، فمن شوت كلوز لشوت واسع وهو في الطياره لوحده، شوف ايه ده الراجل ده يعني واخد الطياره كلها لحسابه، والناس كلها اللي وراه، كل الجبروت بتاع كمال الشناوي. وفيلم فعلا انت مع نور الشريف في محاوله ان هو عايز يجيب واحد للعداله، ولكن زي كل ابطال عاطف الطيب هو واحد بيصارع كل القوى كل الكبار، ودي كانت تيمه من تيمات الحقبه الزمنيه دي في الافلام دي، المواطن البسيط الشريف اللي عنده مبادئ، اللي بيصارع جبروت الكبار. علاقته حلوه قوي مع ليلى علوي، كانت عامله دور لذيذ جدا، كانت في مشهد كانت محجبه فيه، في دايلوج حلو بس مش عايز اقوله لان الناس تقول انت بتهاجم ده ومش بتهاجم ده، بس يعني اتفرجوا على الفيلم حلو يعني. الحبكه بتاعته محكمه جدا جدا جدا، والنهايه بتاعته اللي هي ضربه المعلم دي، انا مش عايز احرق الفيلم لان تالي في ناس كتير ما شافتوش، فضربة المعلم دي معمولة حلو، بس من انا ده أحلى ريكومند ليا لان انا شفته زمان في التلفزيون. لا اتفرج عليه تاني لأن نهايته عبقرية، وبرضه فيها مش عايز أقول حاجة عن نهايته لأنه فعلا النهاية عبقرية، ضربة معلم فعلا، بس الطريقة اللي عاطف الطيب بيورينا النهاية دي معمولة حلو حلو جدا. فأنا بالنسبة لي الرقم ده عالي قوي، وحطيته في رقم عالي قوي لأنه فعلا فيلم انا مخرج. اتخضيت. فده حاجه اقتراح قوي ليا، انا شخصيا عايز اتفرج عليه تاني. فده بالنسبة لي كان رقم ثلاثة. طيب قول لي انت بقى رقم اتنين حبيبي عندك ايه؟ ما انا قلت خلاص احنا داخلين في البيزك،
داخلين اتنين بقى، خش عندي داخلين في عمر ابو المجد بقى. خلاص بقى خلاص خش لو بقى، جيت دخلنا شبه في حضرت منطقتك. العفريت. خلاص قول لي بقى. الفيلم التاني بالنسبة لي فيلم الهروب. انا ده رقم واحد بالنسبة لي، اوف 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 لا فواضح ان لا لا الفيلم ده بالنسبة لنا له مكانة كبيرة جدا جدا يعني. اه انا قلت لك بقى اللفظه اللي ما رضيتش استخدمها في فيلم ضد الحكومه، وهي لفظه الملحميه. صح. فيلم الهروب فيلم فعلا ملحمي، وفي الحته ديت هو كل حاجه فيه ملحميه، من اول رسم شخصيه منتصر ملحميه، طبعا انا المزيكا ملحميه او تساعد على انشاء طبعا المود بتاع البطل الفيلم الشعبي. دوت بالظبط كده. الحاجة الجميلة كمان في البطل الشعبي ان انت هو نفسه كمنتصر مش حاسس انه بطل شعبي، يعني منتصر ده اللي اخر الفيلم همه كله يروح ينتقم من مراته، بس انت حسيت ان هو الفيلم عكس من ورا قصة زي القصة ديت برضه نفس الكلام، تحولات في المجتمع غريبة، واحدة العملة، الناس اللي عايزة تهاجر وتسيب أرضها عشان تكسب، المدرسة أو نظرة اللي هي أصلا كانت بتصفر الستات أو بتتاجر بالستات، وهو بيقتل الناس دي بشكل فطري، وكأن الناس دي لازم تموت، الناس دي لازم تتعاقب، وتحول بسبب ده إنه يبقى شبه أدهم الشرقاوي بطل شعبي بيطهر المجتمع من الفساد ده، وهو في حد ذاته هو مش عارف، عارف اللي هو إيه، والله كبرته من الموضوع، يعني انا في دماغي صح. انا مش قصدي اعمل ده كله. انت عارف فكرتني لحاجة، معلش تقول قطع الاداءات في كلامك يا الفيلم ده عمر. كلها عندي تسكينات غريبه شويه لمحمد هنيدي واحمد ادم، مش فاهمها الصراحه، صح. لكن الفيلم بالكامل تحفه. لكن هالة صدقي كانت عبقريه في الفيلم ده، حسن حسني كان عبقري في الفيلم ده، الفيلم كله اداءاته كانت عبقريه. طبعا قلت لك رسم محمد وفيق. محمد وفيق، عبد العزيز مخيون ابو في بكر عزة التاني. وهتلاقي في المشهد ده برضو امضاءات نفس الفكره، لما كان في القطر وبيتكلم عن الصقر هتلاقي الكادر بيروح من احمد زكي على الناس، وهو في معزوز نبيل مشهد من احسن المشاهد اللي اتعملت. وانا يعني انا واحد زي ما انت بتقول، انت لما بتشوف مشهد الحب فوق هضبة الهرم بتبقى عينيك بتدمع، انا مشهدين مع الأم. الام انا ضعيفه ده مشاهد الامهات عموما، انت عارف لو فيلم علقة موت في مشهد ام هتلاقي المشهد ده بيأثر فيا حقيقي والله، باي المشاهد دي بتلمسني ببساطه. لكن اداء كان عبقري ما بين زوزو نبيل وبين احمد زكي، وبرضه عاطف طيب راح بالكاميرا استعرض المساجين واستعرض امناء الشرطه او الشوايشه اللي واقفين، استعراضه للناس عبقري. انا بقول لك بعتبرها امضى، فدي حاجه برضو عظيمه. صوت احمد زكي، وش احمد زكي، وتحس ان فعلا الشنب اللي طالع له ده غير اي شنب تاني، يعني في شكله غريب يا محمد، شكل صح وتحس انه شبه الحجر، يعني هو من حته اسمها بالظبط الحاجر بالظبط. حجر فعلا، الهيكول اللي لابسه اللي مجسمه، وفعلا هو ده برضو ليه علاقه ان ده مصمم على رأيه، أنا واحد عندي هدف هعمله، عامل زي الصقر اللي بيطير ما بينزلش غير، يعني تناسق رهيب. يعني أنا حقيقي إن أنت حاطه في الأول، لأن أنا الفيلم الأول برضه حاطه لسبب أنا واثق إن إحنا هنتفق عليه، فده الهروب لا بالنسبة لي فيلم يعني. فيلم عظيم، وفعلا هو ملحمي من الدرجة الأولى، شخصية ملحمية، وإنك راجل أنت راجل مثقف وبتقرأ كمان، بيفكرني بشخصيات دوستويفسكي في الجريمة والعقاب، اللي هو الشخص اللي عايز يروح الجريمة والعقاب الجريمة والعقاب، اللي هو متخيل إن أنا ده حقي إن أنا أقتل الناس دي، الناس دي ما تستحقش إن هي تموت لما قتل الجارة بتاعته. وشخصية البطل الشعبي عامة، اللي هو بطل غصب عنه، عارف بقى بطل غصب عنه، وفيها القصة ملحمية. دونكي خوتي، عارف دونكي دونكيخوتي خوتي بالظبط المبسوط كده، دونكي خوتي بالظبط صح بالظبط. وأحمد زكي عامل دور رائع، وفعلا مشاهده مع أمه وهو بيترمي في حضنها رهيبة. وفي بقى الشعرية، يعني زي ما ابتدينا الدردشة بتاعتنا في الأول خالص، واحد بيحب دايما يلضم البودكاست كده من أول لآخر، في خط احنا ماشيين فيه، إن عنده الشعرية، الشوت العبقري اللي هو قاعد ما بين شجرتين الجميز بالليل، والكاميرا داخله بالراحه، وعندك شويه دخان طالعين،
ده من يعني ده من احلى 5 شوطات في السينما المصريه صح كلها، اتفق جدا، عارف؟ اتفق جدا فعلا. فهايل، وهو صغير هو وبيتفرج على كمان الستار. بيتمرجح يعني، انت خلي بالك بالظبط الحركة اللي وصله ديت بالظبط، عامل زي رائع. الصقر يعني. بالظبط بالظبط، فرائع رائع. في فيلم فيه شعريه غير طبيعيه. الشخصيات بيفكرني قوي بشخصيه برضو اللص والكلاب، سعيد مهران، وبرضو استغلال الصحافه ليه عامله ازاي. محمد وفيه بالجاكيت الجلد اللي هو لسه جاي من امريكا بالتفكير الجديد، بس التفكير الانتهازي الوصولي. يعني ما فيش تفصيله فيه بتعدي كده. وفعلا من احلى شخصيات، من احلى ادوار احمد زكي اللي عملها، من احلى ادوار هبه صدقي اللي عملتها. ففيلم رائع، ممكن نقعد نتكلم عليه ساعتين. أداء بس أحمد زكي يا محمد عظيم جدا، كلكنة عارف يحافظ عليها مع الأداء، عارف يحافظ عليه. طبعا ما ينفعش تتكلم عن الهروب والملحمية، واللي أطفى للملحمية ملحمية تانية مودي الإمام الله وميكسو الله لنواح السجور اللي استخدمه. مش صح، عارف أنا بجد الفيلم ده يعني زي ما قلت لك فعلا في ناس بتعرف تتمعشق مع عاطف الطيب، فمودي الامام متمعشق جدا جدا مع عاطف الطيب، احمد ده زكي حقيقي. متمعشق جدا مع عاطف الطيب، عرفوا يقدموا ده. انت تحس ان عاطف الطيب اصلا شبه منتصر، تصدق؟ والله والله العظيم. صح، ممتاز. فالفيلم زي ما انت قلت هو فيلم فعلا متكامل بشكل كبير يعني. جميل جدا. طيب يبقى انت انا كده مين اقول رقم عندك؟ 2 بقى. انا رقم 2 عندي هو كشف المستور، ده رقم 2 عندي. ويا نهار ابيض، ده انت فاجئت الناس، فاجئتني انا بالقايمه دي. كشف المستور عندي تاني، هو فيلم مخرج مع انه تاليف وحيد حامد طبعا، وقصه جريئه جدا. كنت عملت حلقه فظيعه سنتولوجي عليه برضو. فظيعه انا هو يمكن من اجرأ الافلام، فظيعه الفيلم ده لا يمكن يتعامل دلوقتي، مستحيل، مش عارف اتعامل ازاي اصلا ساعتها. صح. وعاطف الطيب هو اللي موصلنا في الحاله دي. انا الفيلم ده انا كنت قلقان وانا بتفرج عليه، يعني انا بتفرج عليه قلقان، عارف اللي هو يعني. وده من الاحساس اللي عاطف الطيب وصله لي. طبعا الموضوع هايل، بس حركة الكاميرا على نبيلة عبيد دايما من وراها، زي ما يكون بتتراقب، زي ما يكون في حاجة. التاتش الحلو اللي انت قلت عليه، لو هي هم قاعدين في الكافيه والكاميرا تقوم سايباها هي ونجوى، صح نجوى فؤاد، وعشان تروح تشوف الجرسون بيعملها كذا مرة، وهم في النادي، ما اعرفش ده نادي الجزيرة ونادي ايه، مع الشويكار، وبيتكلموا اللواءات. جولتها في شوارع القاهرة بالليل، كنت دي التعبير وانا بتكلم الحلقة دي، عاملة زي أساطير الإغريق. البطل اللي نزل في رحلة لجهنم علشان يمسك التنين ويقتله، دي واحدة نازلة بتغوص في ظلمات القاهرة عشان تدور على الضابط ده أو الشخص اللي بيهدد حياتها واللي ماسك لها ماضي. ملحمي ملحمي، بس ملحمي في الأندر جراوند، أندر وورلد بقى، العالم السفلي، عارف؟ اختيار صح اسمه إيه اللي عمل دور ضابط المخابرات، فاروق الفيشاوي. فاروق الفيشاوي مرعب في الفيلم ده، مع انه ما بيعليش صوته سنه، بس اختياره بالرفع بتاعه بشعره بالتلزيقه بتاعته دي، برضه اختياره وتسكينه رهيب. وفي مشهد رائع بين نبيل عبيد وحسن كامي لما بيروحوا الفندق بالليل، اللي هي بعد كده بتقول له احنا لازم نسيب بعض، وبيقضوا ليله حلوه مع بعض. المشهد ده مش ممكن على جمال المشهد ده، مش ممكن على اولا الكتابه طبعا، انك تخلق الشخصيه والمشهد ده والطريقه اللي هي بتقرر تسيب جوزها بيها، بس الطريقه اللي عاطف الطيب وصله لنا. فده برضو يراجعني للنقطه، انا اخترت الافلام على اساس ايه؟ اخترت الافلام اللي على اساس ان بحس ان ده فيلم مخرج. والفيلم ده هو فعلا انت قاعد في ايد مخرج عبقري متمكن. واي حد يقول ده هو بيحط كاميرا في اي حته والموضوع يعني ما بيفهمش. اتفرجوا على الافلام اللي احنا رشحناها انا وعمر ده دي حقيقي عشان طبعا. تشوفوا فعلا لغه مخرج عبقريه. أنا أتفق معاك في اختيارك لكشف المستور يا محمد، إن أنت اختيارك عظيم واختياراتك أنت عظيمة أكتر من اختياراتي، لأن أنت بتدافع أكتر عن عاطف الطيب في التنوع، إن هو يقدر يعمل كل حاجة. الفيلم ده إيه اللي فيه مختلف عن عاطف الطيب؟ عاطف الطيب دايماً بيجيب لك الناس اللي تحت المهمشة، الناس الغلبان. في الفيلم ده بالذات جاب لك من فوق بقى، جاب لك الصراع بقى بتاع سفير وجهة سيادية واستخدام
بنات الليل في حاجات وطنيه، حاجه مشينه جدا. اول مره يعني عطف طيب دي مش بتاعته، بتاع الناس اللي تحت، الناس الغلبانه المضطهده، ممكن يجيب لك هند للانظمه والحكومه في برضه اثرها على الناس، لكن دي ما فيهاش ناس فقيره. الفيلم ده ما فيهوش ناس فقيره، ما فيهوش ناس غلابه، انديه، فلل، فنادق، حفلات عاليه، مزارع، اماكن مش موجوده عند عطف الطيب في افلام كتيره، لكن برضه عارف يعملها كويس، عارف ينقل المجتمع ده كويس. الاداءات في الفيلم ده، الاداءات والحوار كمان، الحوار عبقري الحوار عبقري. مخيف. انا بشوف شيوكار مع نبيله عبيد عظيم، اختيار الممثلات. صح، وانت قادر تتخيل الستات دي زمان كانت عامله ازاي؟ الله شيوكار عليك. واليابان صح كانت عامله ازاي؟ والله صح الامتداد للشخصيات، هو موجودين اصلا عشان امتدادهم، لان هم دول كانوا شغالين وفي ازاي. ذاكرتنا احنا عارفين كان شكلهم عامل ازاي وهم اه صغيرين، فعارفين نوصل. بالظبط، صح. والله شيوكار في ال الرضحه اللي رضحتها مش عارف ده ايه، من الاخر وعلقوا فيه قالب، الرضحه دي قالتها في سيدتي الجميله، في صعيد سيدتي يا الجميله. راجل، والله واو، فهي شيوكار وهي صغيره صح. فعلا. نجوى طبعا يعني المشهد، والله اقول لك على حاجه على المشهد ده، انا من نظرات نجوى فؤاد، من نظراتها انا قلت ليزبيان، انا قلت بالظبط، برضه قبل دي ما جرأة تمد رهيبة. يعني جرأة رهيبة وأداء عبقري من نجوى فؤاد، اللي دي يعني لما نيجي نتكلم عن النساء في السينما مش حدش هيذكر نجوى فؤاد يعني، بس عطف الطيب عارف يخليها تمثل بعينيها. والله قلت دي نقطة ليزيان هايلة، من قبل ما تلمس رجليها، صح. وحاجة مش نجوى فؤاد يعني، نجوى فؤاد الست العادي يعني، ممكن تكون واحدة زي طبيعي جدا، بس عرفت بأداء تخليني أنا صح. أقول ده. وبعد ما جت بقيت اسقف لنفسي، بعد كده اكتشفت ان دي مش عبقريه مني قد ما عبقريه من عطف الطيب، اللي الراجل ده معجون تمثيل، معجون تمثيل فعلا. صح، نقطة هايلة، صح. فحييك، حييك على كشف المستور. وخلي بالك اسم الفيلم برضه عبقري، كشف المستور، ما حدش ايه ده، يعرف ايه اللي ده، فوق ايه، فكشف المستور مش عارف اي بالظبط حاجه، كشف المستور. بالظبط. ودي تقريبا كل افلام محيي حامد هو بيكشف المستور، سواء بقى الارهاب اه والكباب ولا طيور الظلام ولا اللعب مع الكبار، ولا هو بيكشف المستور اللي احنا. ودي برضو حرفه الكلام يا اخي، حرفه التاليف، آه حرفه يعني ازاي ان انت بكلمتين تعبر عن حاجات أنا كتيره ما قوي. أنا ما أعرفش إزاي أصلاً وحيد حامد، أنا بالنسبة لي هو أفضل من كتب حوار في السينما، هو وحيد حامد في فيلم كشف المستور. الحوار عبقري جداً، المشهد اللي أنت بتقول عليه ده طبعاً أداء نبيلة عبيد، نبيلة عبيد عبقرية في المشهد ده من أول الفندق وهي بتتكلم بنص دماغ كده أهو، وإن هي المفروض بتعرف إن بعد كده هي بتخطط ان هي عشان تنهي العلاقه، وزي ما احنا بنقول ان انهاء العلاقه جديد في السينما، هي نفسها قالت كده، ده جديد في الزوجات، صح، بس انا هبسطك وهدلك لان انت ما تستاهلش كل دوت، فعاملك ليله جميله جدا مش متخيل جات ازاي في دماغ وحيد هاي حامد، حاجة. فكانت عبقريه. ونبيلة عبيد عملتها بشكل عبقري، جدا. واختيار طبعا حسن كامل كتسكين دور، ده تسكين مناسب جدا للشخص المحترم الجميل، للشخص اللي ما ينفعش يبقى فيه غلطه، الزوج المحب، الحاجات دي، فكان صح، تسكين لذيذ يعني. ممتاز. طيب انا كده حرقت رقم واحد عندي خلاص بالهروب، يبقى كده فاضلنا رقم واحد عندك بقى. رقم واحد عندي انا بالنسبه لي هو عطف الطيب، يعني هو فيلم عطف الطيب وهو فيه كل حاجة من اللي فات، بس أنا ده بالذات حطيته في الآخر لأن ده أكتر فيلم اكتمالا لروح عطف الطيب أقدر أتكلم فيه كل حاجة، ومش معمول فيه سياسة، بس السياسة مش واضحة قوي، فيه اجتماعيات بس مش واضحة قوي، فيه كل حاجة حلوة بس مش فجة متشعرة كده. أنا بالنسبة لي سواق الأتوبيس فيلم عظيم لعطف الطيب، وهو قصة حياة عطف الطيب بالنسبة لي، واحد خارج من حرب أكتوبر مصدوم في المجتمع. وأنا قلت ده أول كلامي عن عطف الطيب وأنا بتكلم عنه، صح، وقلت لك هنمشي بمسيرة لحد ما نوصل لفيلم سواق الأتوبيس، واحد خارج من المجتمع، متخيل بقى إن إحنا مجتمع كويس والحرب أثرت فينا، وإن إحنا شعب لذيذ، وإن إحنا شعب واخدين أخلاقيات الوطنية من الحرب، لا بقينا كل ده راح مننا، وبقينا شعب مادي بشكل كبير، بس مش باينة يعني، محطوط بشير الديك، حاطط حكاية
ورشة بتتاخد، اختيار عماد حمدي الأب اللي تحس ان هو يمثل الوطنية ويمثل الكرامة، اللي بيتكسر المذلول، اللي الناس عم عارف انت الأسد اللي الناس بتنهش فيه من كل حتة وهو عايز يدافع عنه مش قادر يدافع عنه. أداء نور الشريف كان عبقري. الشارع طبعا سواق أتوبيس كمان، مش حاجة بسيطة، أنت بتصور في أتوبيس فعندك مشاهد حيوية أكتر في الشارع، الملابس بتاعت الناس، الكوتيشن اللي محطوط في الفيلم ما بين سرقة في الأتوبيس وسرقة في الأتوبيس. بس الفيلم ده برضو زي كل الأفلام اللي عطف الطيب بيخرج فيها طاقته. كان بشير ديك اتكلم على الفيلم ده وقال لك أول كلمة يا ولاد الكلب تتقال في السينما، فتحس ان بشير الديك كمان بيصرخ بالألم اللي عمال يضرب، يا بالغليان ولاد ده. الكلب، اه يا ولاد الكلب. حقيقي انا حسيت الفيلم ده عظيم من عطف الطيب. و الانتقال كمان، ان انت عمال تخرج من القاهرة لبورسعيد لدمياط، الراجل حتى برضه هو سواق تاكسي، هو كان سواق تاكسي في الفيلم ده، فبرضه عمال يلف يعني، هو شخص برضه مديك سنة السسبنس اللي انت بتتكلم فيها عطف الطيب. فكانت بالنسبة لي عبقرية. في حاجات كتير عايز اتكلم فيها الفيلم ده، الهرم، طبعا مشهد بيقعد مع الهرم لما زمايله قابل زمايله بتوع حرب اكتوبر وراح عند سفح الهرم الفجر والهرم كده. خلفية ليه، اه عمالين يحكوا حاجاتهم وكأنهم برضه بيشاهدوا احنا كنا ايه بالظبط، الفجر بالظبط. فدي كانت لقطة عبقرية كده من عطف الطيب، ودي برضو موجودة في كل أفلامه. ففيلم عظيم يعني. وتسكين الشخصيات فعلا، اخته وجوزها لما بيروح لهم بورسعيد، شخصيه مسكنه حلوه قوي. والقعده اصلا، القعده كل وسط اخواته الحاجة البضاعة وجوزاته، اه بالظبط كلهم يعني، هم صلي انت حاجه قصدك على تيجي دمياط؟ معايا، سوري دمياط، اه دمياط، آه القعده اللي هم قاعدينها دي، هو لوحده، وبعد كده كلهم بيمشي، هو بيروح يبص على البحر لوحده. آه لا، فيلم بالظبط. طبعا فيلم قوي جدا جدا جدا. علاقته مع ميرفت امين حلو قوي قوي. تحس ان هي اكتر واحده كسرته، لما قررت ان هي عايزه، عظيم. لما عايزه تسيبه، هم قاعدين لوحدهم في الاوضه والكاميرا ثابته كده، هم على السرير. يعني دي يعني مع ان هو شوف بيتألم الفيلم كله، بس دي اكتر لحظه توجعت له، ايوه اللي هو جدا الوحيده اللي جدا المفروض تبقى جنبه وهي صح. برضه هتسيبه. فلقطه قويه قوي. انا بص، انا الفيلم وشوف ده فكر القرار كمان بتاعه ايه، يعني انت شفت هو بالظبط. نهى العلاقه ازاي. كان بشير ديك برضو اتكلم انه كتابه حلو جدا، لما تيجي تركز هي ما فيهاش كتابه عبقريه، بس تحس بص بقى ايه اللي انت بتاعك فيه ده عظيم جدا، وهو سرعه الرد. مش فاكر كان بيقول لها يعني إيه، انت كده عايزه ايه، عايزه تطلعي، اه انت طالق، ما فيش وقت انت ما فيش وقت افكر، صح، يعني ممكن افكر مع اخواتي، افكر ارجع مش عارف ايه، لكن خلاص انت عارف، انت تهون عليك اهون، تهون بالظبط، عليا اهون عليك. صح. لا فعبقرية. فيلم رائع. انا قعدت كتير افكر احطه ولا ما احطوش. السبب ان انا ما احطوش وانا عارف قيمته، ما حطيتوش لسبب، وهو ان الفيلم يعني شوف يعني احتمال يعني اخسر نص السبسكرايبرز اللي عندي دلوقتي على القناة اصلا بالكلمة دي. بس الفيلم ده بيكئبني زيادة عن اللزوم. انت جاي تقول ده في اخر الحلقه، انت جاي اه تقول شفت بقى، بكل يعني ايه، بكل صراحه كده، وبكل اخترت قلب الليل في الاول اه ما انا عارف، ما انا عارف يعني، بس يعني بكل عدم حرفيه في الدنيا وعدم يعني ايه، الفيلم ده حلو بس تقيل على قلبي جدا ان انا اشوفه، من كتر ما هو زي ما انت قلت في الاول، هو مش سايب لك منفس. هو نور الشريف مش عارف يتنفس، وانا كمشاهد مش عارف اتنفس، وفي الاخر الفيلم بيخلص مفيش نفس خالص، ده كتم لك النفس على الاخر، سخرية وألم القدر بقى، اللي هو لما اتحلت من هنا مفيش فايدة. وبرده فعلا انت عندك حق، ان انا فعلا رابطها بقلبي، بقلب الليل، اللي هو وما الجدوى في الاخر يعني، في الاخر صح. كله كله ومن ضمن هناك. القهرة ديت يا محمد، عماد حمدي تسكينه في اه الفيلم دوت يخنقك، لأن أنت بتشوف أولا مش الأب وبس، تشوف حاجة فعلا تسكين عظيم كشخص بيتكسر. يعني الراجل ده برضه تتخيله كده قبل أحداث الفيلم ده، وهو في الورشة حد معلم قوي كبير، هو حكى هيستوري ليه في المشهد بتاع الورشة، بيقول لك صح الورشة دي جت منين ومش عارف إيه. الشخص ده بقى مكسور،
المشهد اللي شاف ابوه فيها تعبان ونازل، كان سعيد الشيمي واخد لقطه هاند هيلد كده، هو المفروض ده هو عمال يسمع صوت طفوله ليه لما كان بيلعب في على السلم والكاميرا رايحه جايه بيه، وفيه لقطه عبقريه، وحتى البلور عماله تروح وتيجي صح الكاد، صح مشهد عظيم من سعيد الشيمي. كان الفيلم كله فعلا انا عارف ان هو بيخنق، وعامل زي فيلم التخشيبه. خلي بالك احنا ما ذكرناش افلام كتيره، فيلم التخشيبه فيلم يخنق، يخنقك طول الوقت وبالعكس، وفي الاخر ما فيهوش تنفيذه. يعني أسلم. هو فيلم في التخشيبه ده من الافلام اللي ما فيهوش تنفيذه. يعني فيلم برضو الهروب، احنا ما اتكلمناش على النهايه، ولما ماتوا انت اتخنقت وما لقيتش اللي يطبطب عليك كمشاهد. لكن بس برضو على الأقل مشهد الهروب، على الأقل الهروب في الآخر تحس إن هو مات زي سيد المسيح كده. يعني أنت عارف أنا بخش في المحظورات، سامحونا انا يعني. مالي يا عم، انت اللي بتقول يا عم. بس فكرة إن هو الشهيد أو الراجل اللي هو يعني إيه، مات على الصليب، مات وهو يعني هو ثابت. مات بطل، مات ثابت ومات زي ما هو وهكذا. انا دايما بدخل نفسي في مواقف سخيفه، بس ما انا علينا يعني. عارف يا انا ماشي. معلش معلش. anyway، طب سؤال كده بس، بما ان احنا نتكلم على الافلام التانية، ناس كتير قوي هتستغرب ان احنا ما اتكلمناش عن البريء، انا قلت لك انا الفيلم ده. صح؟ ناس كتير قوي هتستغرب من كده. انا اقول لك سريعا كده ليه انا ما حطيتوش. الفيلم عظيم وبحبه جدا، ولكن رجوعا للنقطه اللي قلتها في الاول، ان انا بفكر فيلم، انا بفكر اكتر في وحيد حامد واحمد زكي، من كتر ما القصة والحوار عبقري، من كتر ما أداء أحمد زكي عبقري، بتوه شوية عن عاطف الطيب. مع إن طبعا عاطف الطيب هو المخرج، هو رب العمل من الناحية السينمائية، ولكن ده السبب أنا ما حطيتهوش. بس ده ما يغنيش خالص إن هو فيلم رهيب وبحبه جدا، وكنت حطيته في واحدة، أعتقد كنت عملت قائمة أحسن 7 أفلام لأحمد زكي كنت حطيته فيها. دي الحتة اللي أنا جاي منها يعني. اقول حاجه عن البريء. الفيلم ده يتحط طبعا من احسن اداءات احمد زكي، وانا عندي حاجات كتير تتكلم عن احمد زكي. احمد زكي غريب ومريب، وعلى راي كلمه كده قالها يوسف شاهين عن محمود المليجي في لحظه لما قال وهشاور لك بالجامد قوي الله، دور الشرير، انا بيقول بشعر. ايه؟ بيقول انا اتخنقت. مصطلح انا اتخنقت ده يحصل معاك انت كصانع لما تبقى عايز تقول حاجة ومش عارف تقولها، عايز أقول مشاعر معينة بس مش عمال أشرح ومش عارف أقول اللفظة اللي تخليك تجيب الأداء ده، فلاقي الممثل جابها أحسن ما أنا ما كنت متخيلها، فحس إن أنا أتخنق. أنا أداء أحمد زكي يصيبني بالخنقة من إجادته، ده مش أحمد زكي ده أنا عندي مشهد في الفيلم ده، مش عندي يعني لما بيتضرب على وشه، لما حسن بيقول له اضرب مش عارف مين واضرب مش عارف مين هو وزميله، انت متخيل يا محمد ان ده احمد زكي الالفا الممثل البطل واحد من المجاميع، لما المجاميع ده بيجي يتضرب على وشه بناخده امورس، بناخده اوفر شولدر من قفاه، ولما بتيجي تتضرب احمد زكي بنجيب المشعل على وشه والقلم بينزل عليه. يعني المفروض العكس، انا النجم ما اتضربش اجيب حاجه حد شبهه ويتضرب خلاص، لا احمد زكي بيتضرب قلم من واحد من المجموعة. انا واثق ان قبل التمثيل احمد زكي قال له اضرب بعزمك، اضرب قلم جامد، وتلاقي وشه مش عايز اقول لك الغلبان، الابله، الشخص الابله، بالقفة، عارف طلع بالمشية، بلغة الجسد وزبل بتاعته. مش عارف يتكلم، هو بياكل الملح كده، وحد عبيط ومش عبيط، مش عايز اقول عبيط اللي هو يضحك عليه، حد غلبان قوي بالمصطلح. ولكن الفيلم ده ما يتحطش عندي، لان انا في اعتقادي، خلينا بقى نقول حاجة بقى مش عمر أبو المجد قوي يعني، ولكن الفيلم ده من الأفلام، يبقى شالها في المونتاج، من الأفلام المذبوحة في الصناعة المصرية والعربية. فيلم الذبح، وبالنسبة لي هو مكرم ومشرف على الأفلام العربية والمصرية كلها في حتة لوحده، لأن ده إتهان. الفيلم المتهان من الأجهزة الرقابية عندنا اللي بتقطع بغشومية ولا تدرك معنى يعني إيه
انك تستخدم مقص في الفيلم. انا مش متخيلك على راي يوسف شاهين ولا الشخص الرقابي ده، انت فاهم ايه في السينما، انت عامل ايه في الفيلم في السينما عشان تقطع فيلم البريء، فيلم يحتفظ بمعناه وبقوته ولكن يفقد كتير جدا 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 من سينمائيته وخصوصا الاخراجيه. لان انا لما بحثت كتير عن الفيلم ده انا اعلم ان في مشاهد كتيره مقطوعه منه، مش المشهد الاخير واللي هو موجود، مشاهد كتيره جدا لالهام شاهين، والا بالتالي المساحه اللي موجوده فيها الهام شاهين انك تجيب فيها ممثله مفيش حاجه. لما تلاقي مثلا في الوثائق المعمول عن فيلم البريء فيتقال لك انت مش شايف بيعملوا ايه في مشاهد مرات العقيد شركس، فيقول له كان سيد حسن رادق اللي على راسه بطل حاسس عليها. لما تتفرج على الفيلم مفيش مشاهد لمرات العقيد شركس، مفيش حاجه غير خالص لقطه مكالمه تليفون يا بابا ماما اول لما انت بتنزل بتمشي بس. اكيد في حاجات كتير في الفيلم احنا ما نعرفهاش عن الفيلم، فما ينفعش نقيمه سينمائيا. انا بقول ان الفيلم ده هو ذرة السينما العربية كمعنى، كمعنى، وهو المذبوح في السينما بسبب الأنظمة وبسبب الرقابات اللي عندنا، الرقابة اللي عندنا والسلطة اللي ما ينفعش، لازم ترفع إيديها تماما عن الصناعة. فعارف أنت مش عايز والله أقول لفظة، عارف لما يكون عندك حد مات عشانك أو اتضرب عشانك، أنا لو جيت انت بيحصل لك حاجه فخدت الضرب عندك ففقدت دراعي او فقدت رقبتي او اتشويت اتحرق وشي عشان ادافع عنك يا محمد، انا هفضل دايما انت شايفني حد جميل وحد حلو وحد عظيم جدا. انا بالنسبه لي فيلم البريء بما حدث فيه من تخريط وتقطيع يظل فيلم ده ما يميز البريء عن اي فيلم في السينما المصريه. صح. ولكن بما ان احنا نتكلم اخراجيا فمن العار علينا سينما ان نرك الفيلم ده الافضل اخراجيا، لان عطف الطيب اعتقد هو مخرجه بره، لان اتقطع الفيلم ده اتقص من الخام يعني، حتى مش تم حذفه، صح. النهايه محذوفه لكن ده اتقطع. فانا كنت قاصد خلي بالك ان انا اتكلم عن البريء حتى لو لم اختاره، بس اديني اتكلمت عنه يعني. انا بص لا انا برافو. عايز انهي الحلقه زي ما عطف الطيب بيري، انا صح. جوايا ايه. صح. وانا مش هشيل حاجه، انا مش انا يعني ولا كلمه اللي انا قلتها قبل كده هشيلها، معلش يا جماعه. احنا احنا ويجي فكره احنا مش على سي بي سي، يعني احنا بنتكلم براحتنا هنا، ناس سينمائيه بنتكلم، حبنا الاول هو السينما، والناس عظيم اللي بتسمعنا حبهم الاول هو السينما، والناس عارفه ان احنا قلبنا في المكان المكان الصح. هو ده صح هو ده صح هو ده صح المهم يعني. صح ودي احلى طريقه ان انا ان احنا ننهي النقاش. انا عاطف الطيب يا صديقي الثائر، وربنا حبيبي يستر يا علينا. محمد والله. و لا والله حلقة كويسة جدا، اتكلمنا كتير سينما في أفلام كتير، أنا أول مرة صح أعمل النوع ده كنت خايف منه ما يطلعش حلو، اه بس فعلا حلو. اتفاقاتنا كانت عظيمة، وعندنا الخامس والرابع عظيم اتفاقاتنا بالظبط فيه، بالظبط. الاختلاف كان جميل، لأن أنا فعلا والله كنت عايز أتكلم عن كشف المستور بس مش قادر أحطه، فأنت خليتني أحطه ونتكلم عنه. والجميل إن الناس اتمنى يعني ان هي فعلا تقابل افلام ما شافتهاش وتتفرج عليها، ونكون صلحنا وجهة نظر عن عطف الطيب يعني. صح، اتمنى كده، واتمنى الناس تكون استمتعت زي ما احنا استمتعنا بالدردشه عن واحد من اعظم مخرجينا في السينما المصريه، اللي هي واحده من اعظم سينمات العالم، حقيقي اللي الهدف حقيقي من اللي احنا بنعمله كله ان احنا نعرف الناس قد ايه السينما بتاعتنا عظيمه يعني. عظيم يا محمد والله، انت من اعظم حاجات في السينما يا محمد والله، ربنا يخليك يا صاحبي، حقيقي ربنا والله يخليك. ده حقيقي. الكلام معاك في السينما شيء مضيف للجميع، بخت الناس اللي عندك في القناة وبتتابعك، لأن أنت مربي يعني، أنت مربي، أنا واحد من تلاميذك، فيعني مش عارف أقول لك إيه يعني. فأنت أشكرك على يعني ذوقك، والله عندك أشكرك ناس على ذوقك، كتير عظيمة. لا ده ربنا حقيقي يخليك. أنت حد عظيم، وأنا أقول لك إن لقاءاتنا دي عاملة زي سقراط يعني، أنت عامل زي سقراط في كلامك، سقراط السينمائي. لا لا لو السائر السينمائي فأنت سقراط السينما والله الله العظيم. يخليك يا صاحبي، الله يخليك. والناس اللي لسه ما عملتش سبسكرايب لمن عينيا لازم تخشوا وتعملوا سبسكرايب، تتفرجوا على تتفرجوا على يعني درر، بيقول درر، وفي حلقة جاية يعني انا عارف ايه هي، لما تنزلوا هتنزل قريب ان شاء الله، عشان تعرفوا بس أتمنى. عمر ده بيدخل نفسه في سكك ايه، تعرفوا هو بيعمل ايه علشانكم. لا والله العظيم فخشوا خش اعملوا يبصوا عليا لو حاجه ما نزلتش اللي انا بالظبط محبوس فيها. بالظبط. وعشان تعرف ان انا برضو بتابعك على الفيسبوك، براجع فيشة التلاجة، الناس هتفهم بعدين. فاشكرك يا عمر، نورتني يا صديقي، وان شاء حبيبي الله والله ان شاء الله نتكلم تاني قريب. يلا سلام.
حبيبي يا محمد، ماشي، تسلم جدا، شكرا جدا ليك، مع السلامة.